السلام عليكم، معكم زميلكم عبد الرحمن الفروخ. ان شاء الله اليوم بدي اشرح محاضره الفسيولوجي المتعلقه بجزئيه الباراثايرويد جلاندز. ان شاء الله انا راح اشرح اول بارت من الباراثايرويد جلاندز، وان شاء الله زميلي احمد قطان راح يكمل بارت 2. انا هسه حاليا بشرح بشيت 6 اللي هو بصفحه 6، وان شاء الله راح اكمل اللي هو شيت كامل، وزميلي احمد قطان ان شاء الله راح يكمل بارت 2 اللي هو عباره عن شيت 7. طيب طبعا المحاضرة إن شاء الله هي طويلة شوي، لكن فيها كثير معلومات مكررة تمام متعلقة بالباراثيرويد، وكثير منهم باراثيرويد جلاندز وكثير منهم نعرفهم حتى، يعني أخذنا جزء منها بالباثولوجي. مثلا هنحكي عن الهايبر ثايرويدزم وعن الهايبو، الهايبر باراثيرويدزم وعن الهايبو باراثيرويدزم، فهذه الأشياء كلها حكينا عنها بالباثولوجي تمام. فراح نمر عليهم مرور سريع. طيب بسم الله، نبدأ هسه سريعا. الباراثيرويد جلاندز هم ثلاثة لأربعة موجودين على الانتيريور اسبيكت، على البوستيريور اسبيكت للثايرويد جلاند تمام. هلا هذا هو النورمال، انهم يكونوا تقريبا ثلاثة لأربعة وموجودين على البوستيريور اسبيكت للثايرويد جلاند، لكن اب نورمالي ممكن يكونوا اكتوبيك، يعني موجودين في مكان ثاني غير البوستيريور اسبيكت للثايرويد، ممكن يكونوا اب نورمالي برضه اكثر من أربعة تمام. هذا كان بالنسبه لاول جزئيه. هلا السيرجنز وايل بيرفورمينج الثايرويدكتومي ممكن انهم اكسيدنتالي تو ريموف الباراثيرويد جلاندز، عشان في عشان ديو تو ذا كلوز اناتوميكال ريليشن شيب، يعني هم قريبين كثير من بعض، وممكن خلال انهم شيء او يعني خلال العمليه ما ينتبه الجراح على انه شال برضه الباراثيرويد جلاندز مع الثايرويد، فبالتالي زي ما حكينا هسه ممكن انه يسبب هايبو البيشنت هذا هايبو باراثايرويدزم تمام، هايبو باراثايرويدزم. فشو لازم اصلا الجراح يسوي؟ لازم مثلا اذا كان اذا بنحكي هسه العمليه على الثايرويد يسوي ثايرويدكتومي، لازم ينتبه تمام، لازم ينتبه. واذا كان اذا شك مثلا هاي تكون باراثايرويد، بيبعت مثلا للباثولوجيست انه مثلا هل هاي ليمف نود، انه غالبا بيكون في خلينا نحكي اصلا بصير الخربطة امراض، عشان بيكون مش عارف هل هي ليمف نود ولا باراثيرويد جلاند، فبيبعث للباثولوجيست وهو بيتاكد انه هاي باراثيرويد تمام. فاذا اذا مثلا كانت العمليه انه بده يشيل الباراثيرويد جلاند اصلا، العمليه هيك ممكن يخلي وقت، كان في مثلا في ادينوما بثلاثة منهم مش مشكله عادي، واحدة بتكفي اصلا وبزرعها تحت الجلد، وهذا كله اصلا اخذناه بالباثولوجي تمام، هذا كله اخذناه بالباثولوجي مع دكتور موسى. فحكينا عن هذا اللي هو انه اذا كانت الجراح عمل ثايرويدكتومي ممكن انه اكسيدنتلي انه تو ريموف الباراثيرويد جلاندز، لانه في كلوز اناتوميكال ريليشن شيب بين الثايرويد والباراثيرويد، زي ما احنا حكينا هي اصلا موجوده على البوستيريور اسبيكت من الثايرويد، وحكينا انه واحده منهم هي كافيه تمام تو بيرفورم ذا فانكشن اوف اول جلاندز، لانها عشان عندها كابابيلتي اوف ذا تيشو فور هايبرتروفاينج تمام، انها تصير لها انلارجمنت ان سايز تمام، تصير انلارجمنت هلا او انكريز ان سايز اللي هي. هلا حكينا هون انه اللي هي الانلارجمنت تبعت اللي بتصير للثايرويد تمام، حكينا انه مثلا اذا كان في الجراح شال ثلاثه من الاربعه، الريميننج الباراثيرويد جلاند بيصير لها هايبرتروفي، بالتالي ممكن انها تو كومبنسيت تمام. هذا كان بالنسبه للباراثيرويد جلاند والانلارجمنت تبعتهم. برضه ممكن يصير انلارجمنت بأذر فيسيولوجيكال كيسز تمام، زي ايش؟ زي مثلا البريجنسي واللاكتيشن. هسا زي ما احنا عارفين خلال البريجنسي واللاكتيشن بيزيد الديماندز على الكالسيوم، فبالتالي لازم يصير في عندنا ريليز للباراثيرويد هرمون، وبالتالي لازم بما انه لازم يصير في عندي مور اند مور ريليز من الباراثيرويد هرمون، فبالتالي لازم يصير في عندي هايبرتروفي للسيلز، لازم في عندنا هايبرتروفي للسيلز عشان يزيد عندنا الاماونت اوف ذا باراثيرويد، وبالتالي يصير في عندنا كومبنسيشن بالنسبه للكونسنتريشن تبع الكالسيوم تمام. فلانه بزيد الديماند على الكالسيوم، فبالتالي لازم يزيد الديماند على الباراثيرويد هرمون، وبالتالي لازم يصير في عندنا انلارجمنت. هذا كلها فيسيولوجيكال كيسز، يعني شيء طبيعي بيصير في الجسم، لكن في عندنا باثولوجيكال كيسز بيصير في عندنا انلارجمنت، مثلا في حاله الكرونيك رينال فيلير. هلا في حاله الكرونيك رينال فيلير مثلا بيصير في عندنا لوس اوف ذا كالسيوم، ما بيصير في ري ابزوربشن، او مش خلينا نحكي بشكل ادق انه بحاله الكرونيك رينال فيلير بيصير في عندنا اصلا as part of the اللي هم الفيتامين دي ميتابوليزم، لازم يصير له اكتيفيشن من خلال الكيدنيز، فبالتحدي كرونيك رينال فيلير ما بيصير له اكتيفيشن، فبالتالي رح نحكي كمان ان شاء الله عن وظيفه الفيتامين دي بنهايه المحاضره، لكن نحكي عنها هسه هون بشكل سريع، انه هو بيزيد الكالسيوم والفوسفيت عفوا بيزيد الكالسيوم والفوسفيت ابزوربشن من الانتستين، فاذا صار في عندي مشكله بالكيدنيز ما رح يصير في عندنا اكتيفيشن للفيتامين دي، وبالتالي ما رح يصير في عندنا ابزوربشن للكالسيوم. ف عشان نعوض بصير فينا ريليز للباراثيرويد هرمون تمام. بس حكينا انه هون احنا بنحكي عن هون عن كرونيك رينال فيلير، فرح يكون عندنا كرونيك هايبوكالسيميا، فبالتالي
راح نضطر انه الباراثايرويد هرمون يصير له ريليز بكميات كبيره، وبالتالي لازم يصير برضه هايبرتروفي. هذا باثولوجيكال كيس، تمام؟ فحكينا عن الفيسيولوجيكال وعن الباثولوجيكال كيسز، تمام؟ برضه معلومه سريعه بحكي انها الباراثايرويد تقريبا بصير لها ديفلوبمنت، تمام، ديورنج الامبريولوجيكال ديفلوبمنت بصير لها تقريبا قبل الثايرويد. طيب هلا نحكي بس هي فقط مقدمة كانت، يعني شو عدد الباراثايرويد جلاندز وين بيكونوا موجودين نورمال او ابنورمال، وبعدين حكينا عن شو اللي هم الفيسيولوجيكال كيسز والباثولوجيكال كيسز للانلارجمنت اوف باراثايرويد جلاندز. هلا الباراثايرويد جلاندز فيهم تو، يعني يحتوي على تو تايبس اوف سيلز، فينا تشيف سيلز وفينا اوكسيفيل سيلز. هلا تشيف سيلز هم المسؤولين عن الريليز تبع الباراثايرويد هرمون، تمام؟ فالتشيف سيلز هم المسؤولين عن الريليز تبع الباراثايرويد هرمون، بينما الاوكسيفيل سيلز هم يعني خلينا نحكي اوف انون فانكشن، او انه حتى هم مش متاكدين بالضبط هل هي بتسوي ريليز ولا لا، لكن احنا نعتمد المكتوب انه هي ما بتسوي سكريشن للباراثايرويد هرمون، ما بتسوي سكريشن للباراثايرويد هرمون. طب هي عباره عن شو؟ يعتقد انها قد تكون موديفايد or depleted chief cells. يعني خلينا نحكي as part of the remodeling process ممكن لل chief cells اللي هي المسؤولة عن السكريشن ممكن هي بتصير، يعني بتمر في مراحل بتصير oxyphil cells، لكن زي ما حكينا هذا الكلام مش اشي اكيد، يعني هو فقط افتراضات. فحكينا oxyphil cells او بسموها eosinophil cells هي of unknown function، ما بتعمل secretion للparathyroid، ما بتعمل secretion. فخلينا نحكي المين difference بين chief cells والoxyphil cells انه هي secretion of the parathyroid، تمام؟ هاي حكينا انها of unknown function، مش متأكدين بالضبط شو بتسوي، هل هي modified ولا depleted chief cells ولا هي اللي اشي ثاني، هل تعمل secretion لother hormones، لسه مش متأكدين بالنسبة للoxyphil او eosinophil cells، تمام؟ فهذا كان بالنسبة اللي هي first او خلينا نحكي second type of cells اللي موجودة بالparathyroid gland. الاهم اللي خلينا نحكي اهم خليه موجوده بالباراثايرويد هي التشيف سيل. فهذول التشيف سيلز بيعمل سيكريشن للباراثايرويد هرمون، تمام؟ طيب شو وظيفه الباراثايرويد هرمون؟ هسه هيك عنه بالتفصيل ان شاء الله، وليش بنفرز كله هسه باذن الله هيك عنه بالتفصيل. بس بحكي لنا انه هنا مش كل، يعني تقريبا كل الباراثايرويد بنفرزه من التشيف سيلز الموجودين بالباراثايرويد جلاند، لكن مش كلهم، ممكن small amount released من other organs، تمام؟ ممكن small amount released من another organ أو حتى other organs، تمام؟ هسا الدكتور ما حكى اللي هو شو هو هذا الأورجن، بس ممكن قرأت إنه ممكن يكون جزء حتى من الثايرويد، يعني ممكن جزء من الثايرويد نفسه بيكون فيه scattered cells موجودة بالثايرويد ممكن هتعمل release للباراثايرويد هرمون، لكن برضو هذا الإشي مش دقيق 100%، فالدكتور ما حكى ما راح نخوض بالتفاصيل يعني، تمام؟ لكن نكون عارفين إنه مش كل الباراثايرويد هرمون released من الباراثايرويد جلاند، وإنما small amount could be released من other organs، تمام؟ هذا كان بالنسبة للباراثايرويد هرمون وقصة التشيف سيلز. هلا في عندنا أيضا شيء اسمه باراثايرويد هرمون ريليتد بروتين. شو الباراثايرويد هرمون ريليتد بروتين؟ هذا هو بيعمل نفس الفانكشن تبعت الباراثايرويد هرمون، لكن له less activity، تمام؟ فهو زي ما احنا شايفين هنا this protein hormone is similar to parathyroid function but with less activity، يعني الاكتيفيتي تبعته اقل شوي من الباراثايرويد هرمون، وله نفس السكند ميسنجر سيستمز، يعني السايكليك بيعمل انكريز للسايكليك اي ام بي للاي بي 3 للدايسيليجليسرول، تمام؟ راح نحكي برضه عنهم ان شاء الله في اللي هم سيجنالينج باثويز للباراثايرويد هرمون. فهو نفس بيعمل نفس خلينا نحكي السيجنالينج باثوي، او خلينا نحكي لما يرتبط في الريسبتور تبعته السيجنال ترانزكشن باثوي تبعته بيكون تقريبا نفس الشيء، يعني فيري سيميلر، هو برضه فيري سيميلر ان فانكشن، لكن المين ديفرنس بيناتهم انه هذا الاكتيفيتي تبعته اقل شوي بالنسبه للباراثايرويد هرمون ريليتد بروتين، وهذا كود بي برودوس فروم مالتيبل اورجنز، يعني مش من الباراثايرويد، تمام؟ مش من الباراثايرويد لحاله. طيب هذا كان بالنسبه له اللي هم التايب اوف سيلز الموجوده بالباراثايرويد، فينا تشيف سيلز اوكسيفيل سيلز. اوكسيفيل سيلز حكينا عنها انها تقريبا انسرتن او انون فانكشن، مش عارفين بالضبط، مش متاكدين شو هي الوظيفه تبعتها، وما بتعمل ريليز او سكريشن للباراثايرويد هرمون، بينما التشيف سيلز بتعمل ريليز للباراثايرويد هرمون. واصلا حكينا انه معظم او تقريبا كل الباراثايرويد هرمون بيكون ريليز من الباراثايرويد اكسبت ان سمول اماونت ممكن يكون او كود بي ريليز من اذر اورجنز. وحكينا انه فينا باراثايرويد هرمون ريليتد بروتين او ريليتد بيبتايد، وهذا الباراثايرويد هرمون ريليتد بروتين
ريليز من باي مالتيبل اورجنز. تمام، هاي نقطه مهمه، انه مش فقط من باراثايرويد وانما هو ريليز من مالتيبل اورجنز، وانه نفس الاكتيفيتي تبعت الباراثايرويد هرمون لكن الاكتيفيتي تبعته اقل شوي. هذا كان بالنسبه للتايبز اوف سيلز الموجوده بالباراثايرويد جلاند. هلا نحكي باستفاضه عن الباراثايرويد هرمون. هلا اول شيء اصلا ليش بنفرز الباراثايرويد هرمون؟ هو بنفرز due to decrease in the levels of calcium في السيروم. يعني levels of calcium الايونايزد، لما نحكي كلمه ايونايزد يعني الكالسيوم مش مرتبط مثلا بيكون بانذر انايون. تمام، ف الفري انباوند كالسيوم لما يقل مش بيكون مثلا مرتبط بالفوسفات، مش يعني انا بحكي هسه عن فري كالسيوم انباوند. لما يقل هذا الكالسيوم اللي هو بيكون فري وانباوند بصير في عندنا رح نحكي هسه بالتفصيل شو اللي بيصير، لكن لازم يصير في عندنا ريليز الباراثايرويد هرمون، لازم يكون في عندنا ريليز الباراثايرويد هرمون. طب شو الميكانيزم؟ هسه بدنا نعمل، هسه بدنا نفهم بالضبط. هلا في عندنا هون على الهاي باراثايرويد سيل، تمام، اللي هي تشيف سيل، فينا هون مثلا هذا الريسبتور اسمه كالسيوم سينسينج ريسبتور، اسمه كالسيوم سينسينج ريسبتور. تمام، هسه هذا الريسبتور اسمه كالسيوم سينسينج ريسبتور، هي موجود الاسم هون، ما بدك تكتبه، استواني هاي كالسيوم سينسينج ريسبتور. هسه هذا الكالسيوم سينسينج ريسبتور، تمام، شو وظيفته؟ وظيفته انه طبعا من خلال بيرتبط طبعا بالكالسيوم، ومن خلال سيجنال ترانزاكشن باثوي راح ياثر على هذول السكريتوري جرانيولز. هسه جوا السكريتوري جرانيولز شو في هون؟ في عندنا الباراثايرويد هرمون، تمام، في عندنا الباراثايرويد هرمون. طيب ففي عندنا سكريتوري جرانيول جواتهم مخزن هو الباراثايرويد هرمون، واحنا طبعا نعرف القصه اللي هي تصنيع كيف بتصير، عمليه تصنيع الهرمونز بشكل عام بتصنع بالبدايه از بري برو هرمون، بيكون فيه سيجنال بيبتايد بعدين بروح للاندوبلازميك ريتيكولم وبصير له هناك السيجنال، بصير هناك كليفج للسيجنال بيبتايد وبعدين بصير له ديليفري للجولجي اباراتس، ومن خلال الجولجي اباراتس بصير له ايضا موديفيكيشنز، وبعد هاي الموديفيكيشنز بصير له بصير هرمون. يعني هو بيكون بري برو هرمون، بعد ما نشيل اللي هو سيجنال بيبتايد بصير برو هرمون، برو هرمون بصير له باكجينج للجولجي اباراتس، بصير له موديفيكيشن سبسيكونت موديفيكيشنز وكلها، واللي عارفين هل هي الجلايكوسايليشن والى اخره. بعد هذا كله بصير له باكجينج بسكريتوري جرانيولز، وهي بيكون هون زي هيك يعني نفس اللي هو موضح. طيب فهذا هو الباراثايرويد هرمون هسه باكجد بسكريتوري جرانيولز، بيستنى فقط اللي هو الاستيميولس تبعته. طب شو الاستيميولس تبعته هسه نوضحها؟ ناخذ هسه انه هون ناخذ هسه حالتين، لما يكون في عندنا هايبر كالسيميا ولما يكون في عندنا هايبو كالسيميا. تمام، هايبر كالسيميا وهايبو كالسيميا. طيب لما يكون في عندنا هايبو كالسيميا، او خلينا نحكي بداية عن هايبر كالسيميا، لما يكون في عندنا هايبر كالسيميا شيء منطقي انه لما يكون في عندنا انكريز ليفلز اوف كالسيوم راح يرتبط وين؟ في هذول الكالسيوم سينسينج ريسبتورز. لما يرتبط بالكالسيوم سينسينج ريسبتورز من خلال سيجنال ترانزاكشن باث واي راح يعمل انهيبيشن للريليز تبع الباراثايرويد هرمون. راح بس خلينا نغير الخط، بعتقد اخطر بيكون، راح يعمل انهيبيشن للريليز تبع الباراثايرويد هرمون. فراح يعمل انهيبيشن للريليز تبع ايش؟ تبع الباراثايرويد هرمون. طب هذا شيء منطقي ليش؟ زي ما حكينا احنا فينا اصلا الباراثايرويد هرمون شو وظيفته تبعته؟ وظيفته انه يزيد الليفرز اوف كالسيوم. طبعا انا اصلا في عندي هايبر كالسيميا، انا مش محتاج اصلا يصير في عندي ريليز للباراثايرويد هرمون، فبالتالي راح يعمل انهيبيشن للريليز تبع الباراثايرويد من خلال ارتباطه بالكالسيوم سينسينج ريسبتورز، من خلال ارتباطه بالكالسيوم سينسينج ريسبتورز. هلا ناخذ اللي هو لما يكون فينا هايبوكالسيميا، لما يكون فينا هايبوكالسيميا ما في شيء راح يرتبط، تمام، بهذا الكالسيوم سينسينج ريسبتور، فبالتالي هذا السيجنال ترانزاكشن باث واي اللي كان يعمل انهيبيشن، تمام، للريليز اوف باراثايرويد هرمون راح يصير له ايه؟ زي كانه خلص راح ما بطل في، خلينا نحكي سبريشن على الريليز تبع الباراثايرويد هرمون، فبالتالي راح يصير له ريليز، راح يصير له. فهي هي الميكانيزم اللي من خلالها الجسم بيعمل ريجوليشن للليفلز اوف كالسيوم. هايبر كالسيميا الكالسيوم راح يرتبط بالكالسيوم سينسينج ريسبتورز، راح يصير في عندنا سيجنال ترانزاكشن باث واي اللي من خلاله راح يصير في عندنا سبريشن للريليز اوف باراثايرويد هرمون. اون ذا اذر هاند لو صار في عندنا هايبو كالسيميا هاي ما راح يرتبط بالكالسيوم سينسينج ريسبتورز، فبالتالي ما راح يصير في عندنا ما راح يرتبط بالكالسيوم سينسينج ريسبتورز، فبالتالي ما راح يكون في عندنا سيجنال ترانزاكشن باث واي اللي بيعمل سبريشن للريليز اوف باراثايرويد هرمون، فبالتالي راح يصير في عندنا ريليز الباراثايرويد هرمون. فهي فهمناها اول جزئيه اللي هي انه قل او زاد الليفلز اوف كالسيوم شو راح يصير في عندنا بالبي تي اتش سيكريشن. فهي اول جزئيه فهمناها من هذا المخطط. هلا طب صار في عندنا ريليز للباراثايرويد هرمون، راح يشتغل على ثلاث اماكن، راح يشتغل على البون دايركتلي، راح يشتغل على الكيدني برضه دايركتلي، وراح يشتغل على الانتستين اندايركتلي، راح نحكي عنهم بالضبط. هلا الباراثايرويد انا منطقيا
ايش هم الستورز اوف كالسيوم؟ يعني 99% من الكالسيوم الموجود في جسمنا هو مخزن بالبون، فافضل واحسن مكان ناخذ منه الكالسيوم هو من البون. فالباراثايرويد هرمون بيروح على البون وبيعمل بون ريزوربشن. هلا التفاصيل المتعلقه بالبون راح نخليها لوقتها، لانه في شويه تفاصيل زياده، لانه الباراثايرويد هرمون، بس خلينا نحكي عنها بسرعه، انه الباراثايرويد بالبدايه بيسوي بون فورميشن، لكن لما يكون في عندنا كرونيك، يعني مثلا اذا بنحكي عن الباراثايرويد هرمون يعني زاد في السيروم بس ما كان لمده طويله، تمام، خلينا نسميها انترميتنت، يعني اليفيشن اوف باراثايرويد هرمون بشكل متقطع، يعني ما زاد بشكل كرونيك، كان ما كانش اليفيتد لمده طويله، يعني فقط شورت تيرم اليفيشن للباراثايرويد بالبدايه راح يسوي ستيميوليشن للاوستيوبلاست وراح يعمل بون فورميشن، راح يعمل بون فورميشن. لكن لما يكون في عندنا كرونيك اليفيشن لونج تيرم اليفيشن للباراثايرويد هرمون بهذيك الحاله راح يعمل لي بون ريزوربشن. راح اوضح هاي الحاله، راح اوضح في لها كلينيكال ابلكيشن في وقت اللي هو الحديث عن البون، تمام. لكن بالبدايه نعرف انه الباراثايرويد منطقيا زاد الليفل 7 للباراثايرويد بشكل كرونيك، خلينا نزيد عليها يعني معلومه اضافيه انه بشكل كرونيك زاد راح يعمل لي هذا ايش بون ريزوربشن، لانه هي 99% من الكالسيوم موجود في البون، فمنطقيا اني اخذ الكالسيوم من وين؟ من البون، تمام. لكن بهالحاله انا عم بحكي عن بون ريزوربشن، يعني انا راح اشيل الكالسيوم وراح اشيل معه اللي هو راح احطم الهيدروكس ابيتايت والكولاجين، فراح يزيد في عندي الكالسيوم وراح يزيد في عندي برضه الفوسفيت. فبهي الحاله بحاله البون ريزوربشن الكالسيوم بصير في بصير له اليفيشن، تمام، وبرضه الفوسفيت برضه بصير له اليفيشن، تمام، برضه الفوسفيت بيصير له اليفيشن. يعني مش بس الكالسيوم اللي بيصير له اليفيشن، وانما الكالسيوم والفوسفيت اثنينهم بيصير لهم اليفيشن. انا عم بحكي عن بون ريزوربشن، فهي بالنسبه للباراثايرويد هرمون او الايفكت اوف باراثايرويد اون ذا بون. هلا الايفكت اوف ذا باراثايرويد اون ذا كيدنيز شو بيسوي؟ باراثايرويد اول شيء منطقيا لو انا اضل هسه ارفع لو اضل ارفع بالكالسيوم ليفلز بس بنفس الوقت، تمام، عم برفع بالفوسفيت، هل الفري او الان باوند كالسيوم راح يزيد؟ لا. انا حكيت وركزت في البداية على انه الانباوند او الفري كالسيوم لما يقل هو اللي بيسبب، خلينا نحكي يعني لما نحكي كلمة هايبوكالسيميا او الهايبركالسيميا انا بقصد الانباوند او الفري كالسيوم ايونايزد كالسيوم، تمام. فلما يقل او لما يزيد هو اللي بناء عليه انا بعمل ريجوليشن للسكريشن او للانهيبيشن اوف ريليز للباراثايرويد هرمون، تمام. هالنقطة لازم تكون مهمة، لازم تكون واضحة. طيب انا رحت على البون وعملت ستيميوليشن، عملت ريزوربشن وعملت ريليز للكالسيوم والفوسفيت. طبعا هو انا لسه الان باوند كالسيوم ما زاد، لانه انا زدت الكالسيوم زدت مع الفوسفيت حيرتبطوا بالتالي، او مش يعني خلينا نحكي ما راح يزيد في عندنا الان باوند او الفري، لانه انا زدت الكالسيوم زدت الفوسفيت، تمام، حيرتبطوا وبالتالي الكالسيوم اللي هو الفري او الان باوند ما راح يزيد. طيب فعشان هيك هسه في عندنا اديشنال ميكانيزم على الكيدنيز، في عندنا اديشنال ميكانيزم على الكيدنيز. هسه في الكيدنيز شو بيسوي منطقيا؟ انت بتحكي انه طب شو حيسوي؟ منطقيا انه راح يسوي ري ابزوربشن او حنزيد الري ابزوربشن من خلال الكيدنيز، تمام. فهي اول شيء منطقي انه على الكيدنيز لازم نزيد الكالسيوم ري ابزوربشن، بدل ما يصير لهم لوس في اليورين من نعمل لهم ري ابزوربشن، هاي اول شيء. والنقطة الثانية لازم نعمل فوسفيت اكسكريشن، لازم نعمل اكسكريشن للفوسفيت، تمام، لازم نعمل اكسكريشن للفوسفيت. فهي هي الاديشنال ميكانيزم اللي هسه حكينا عنها. فهي شو الاديشنال ميكانيزم؟ انه عشان انا ازيد الانباوند او الفري كالسيوم صح لازم اعمل ريزوربشن للبون، وهذا كله كلام ممتاز، وري ابزوربشن من الكيدنيز وبرضه من الانتستين هسه راح نحكي عنه. لكن كل هذا ما راح يكون له اهميه اذا ما كان في عندنا اديشنال ميكانيزم الا وهي الاكسكريشن تبع الفوسفيت عشان ازيد الفري او الانباوند كالسيوم. هاي نقطه كثير مهمه. فالإفكت اون ذا كيدني ما بتكون فقط انه هي كالسيوم ري ابزوربشن، طبعا بس هون معلومه سريعه انه الكالسيوم ري ابزوربشن هاي بتصير على الديستال كونفيوليتد تيبيولز، بينما الفوسفيت اللي هي بقلل الري ابزوربشن او بزيد الاكسكريشن، او خلينا نحكي بمنع الري ابزوربشن افضل ما نحكي انه تو بروموت الاكسكريشن، لانه هسه بنحكي عن شو الفرق بيناتهم، لكن خلينا نحكي انه بقلل الفوسفيت ري ابزوربشن، بقلل الفوسفيت ري ابزوربشن على البروكسيمال كونفيوليتد تيبيولز، فبقلل الفوسفيت ري ابزوربشن على البروكسيمال كونفيوليتد تيبيولز، وبينما بيزيد الري ابزوربشن للكالسيوم على الديستال كونفيوليتد تيبيولز. هذا كان بالنسبه للافكتس اون ذا كيدني. طيب حكينا عن البون، هسه الانتستين. احنا حكينا انه البون والكيدني بيكون لهم، يعني الباراثايرويد هرمون بيكون له دايركت افكت على الكيدني ودايركت افكت على البون. هلا بالنسبه للانتستين بيكون له اندايركت افكت من خلال الفيتامين دي، من خلال الفيتامين دي. فمن يعني زي ما احنا بنعرف انه الفيتامين دي حكينا، او نعرف مثلا من خلال اللي هو الكورس ميتابوليزم، انه الفيتامين دي بيصير له ميتابوليزم بمكان بالليفر،
بصير له هيدروكسيليشن بالليفر وبرضه بالكيدنيز بيصير له انذر هيدروكسيليشن. هلا اللي بالكيدنيز بتصير هيدروكسيليشن هاي الستيب بتكون ستيميوليتد من خلال الباراثايرويد. المحصله ايش المحصله؟ انه راح يصير في عندنا ريليز للفيتامين دي. الفيتامين دي هو اللي بروح بيعمل بزيد الكالسيوم ري ابزوربشن من خلال الانتستين، بزيد الكالسيوم ري ابزوربشن عفوا بزيد الكالسيوم ابزوربشن من خلال الكيدني من خلال الانتستين. انا عفوا خربط تمام. فالفيتامين دي على الانتستين بزيد الكالسيوم ابزوربشن تمام من خلال الانتستين زي ما حكينا. فهذا اندايركت لانه الباراثايرويد هرمون ما كان ما راح هو على الانتستين وسوى هو الابزوربشن، وانما عمل ستيميوليشن للاكت او اكتيفيشن للفيتامين دي، ومن خلال هذا الاكتيفيشن للفيتامين دي هو اللي راح سوى ابزوربشن للكالسيوم. عشان هيك الباراثايرويد هرمون له دايركت افكتس اون ذا بون اند كيدني وله اندايركت افكتس اون ذا انتستين. فهذا كان بالنسبه للباراثايرويد هرمون، حكينا باستفاضه عنه وشو اللي بيصير بالضبط. يعني خلينا نحكي الافكت تبعته على البون وعلى الكيدني وعلى الانتستين. طب حسنا نقرأ هنا بشكل سريع، حكينا انه اكت اون ذا كيدني والتبيولز والكيدني تبيولز والبون والجت، وحكينا انه طبعا في نقطه كثير مهمه انه لما نحكي عن الريجوليشن تبع الكالسيوم بشكل عام هوميوستاسيس، الكالسيوم هوميوستاسيس مينلي ريجوليتد من خلال الباراثايرويد هرمون. صح في عندنا كالسيتونين، صح في عندنا فيتامين دي، لكن المين والموست بوتنت ريجوليتر يعني هو نمبر 1 اللي هو الباراثايرويد هرمون تمام. هون بحكي هنا معلومه سريعه انه الكالسيوم برضه ريجوليتس السايز والنمبر اوف ذا باراثايرويد سيلز. انه لو صار في عندنا هايبوكالسيميا او هايبركالسيميا راح يعني اذا صار في عندنا هايبو راح اكيد راح يزيد النمبر اوف سيلز في الباراثايرويد جلاند وراح يزيد اكيد السايز، والعكس اذا صار في عندنا هايبركالسيميا راح يقل عندنا النمبر اوف سيلز وراح يقل عندنا السايز اوف سيلز. فهذا بس هذا اللي هي قصه اكسترا نوت. طيب هلا شو من نورمال ليفلز للكالسيوم؟ طب بس بدناش نضيع احنا بالنسبه للترتيب، يعني احنا حكينا خلاص حكينا هسه عن الباراثايرويد والافكت تبعته على الكيدنيز والبون والانتستين تمام. هسه هون رح نحكي بس هيك شويه معلومات عامه واضافيه. طيب شو النورمال ليفلز تبع الكالسيوم؟ في عندنا 11 ملغ بير 100 ملل بلازما، هذا هو النورمال طبعا. شو طب شو فوائد الكالسيوم؟ طب صار عندنا في عندنا هسه كالسيوم بالبلد، هذا الانباوند او الفري، شو الوظائف تبعته؟ انا حاط هون صوره ان شاء الله هسه نشوفها هون بتلخص تقريبا معظم وظائف الكالسيوم. طيب طبعا انا حاطها هون لانه في لها سياق هون بس برضه كانت تزبط فوق برضه. طيب هلا هاي اللي بحكي لنا بشكل عام شو وظائف الكالسيوم او يعني الكالسيوم مثلا موجود ممكن انه يكون مرتبط بانزيمز، يعني زي ما احنا شايفين هون الكالسيوم ممكن يكون كوفاكتور للانزيمز، هي اول شغله. والاهم من اهم الوظائف يعني للكالسيوم احنا زي ما احنا عارفين طبعا البون وهالاشياء، يعني احنا ما بنحكيش عنها لانها خلص شيء مفروغ منه، بس نحكي عن اشياء احنا مش كثير والاورينتد عن الافكت تبعت الكالسيوم. طب في عندنا شيء اللي هو اسمه الممبرين انتجريتي، يعني الكالسيوم له افكت على الممبرين انتجريتي من خلال انه طبعا هذا خاصه وين بيكون في المسل سيلز وفي النيورونز، بياثر على الصوديوم بيرميابيليتي. طيب فهو بيخلي الممبرين يعني خلينا نحكي بيزيد الممبرين انتجريتي بحيث انه الصوديوم ما يصير له ديفيوجن تمام، او ما نزيد خلينا نحكي البيرميبيليتي للصوديوم. طب ليش هذا مهم؟ لانه لو زاد البيرميبيليتي للصوديوم سواء نحكي عن نيورونز او مسل سيلز هذا راح شو راح يؤدي؟ راح يؤدي الى سبونتينيوس ديبولاريزيشن تمام. فهذه نقطه كثير مهمه. طب اذا صار سبونتينيوس ديبولاريزيشن راح يصير في عندنا بالتالي مسل كونتراكشنز وفاسيكيوليشنز وسبازم وتيتاني والى اخره تمام. عشان هيك كثير مهمه هاي الشغله انه الكالسيوم بيعمل مينتننس اوف ذا ميمبرين انتجريتي، فبالتالي الصوديوم ما بيصير له ديفيوجن او خلينا نحكي بخلي الصوديوم بيرميبيليتي بالنورمال رينج تبعتها تمام. هذا كان بالنسبه للميمبرين انتجريتي، هي نقطه كثير مهمه ورح نحكي شو دخلها، لانه بقصه الهايبوكالسيميا هيك بشكل سريع نحكي عن هايبوكالسيميا بتزيد الاكسايتابيليتي للمسل سيلز فبالتالي بصير في عندنا اللي هو التيتاني تمام او السبازم. طيب فهي من ضمن هي قصه الممبرين انتجريتي. برضه البلاد كوجيليشن تمام بيشتغل في البلاد كوجيليشن كمان بيكون من ضمن الكاسكيد، فبيشتغل على الممبرين انتجريتي على الكوجيليشن برضه على الهارت برولونج سيستول. هاي لسه مش كثير يعني تفاصيلها بناخذها ان شاء الله بالسي بي اس ان شاء الله تمام. برضه اهم نقطه اللي هي قصه الاكسايتوسيس اذا بنتذكر، وبرضه الاكسايتيشن كونتراكشن كابلنج يعني المسل كونتراكشن اصلا من اشياء المفروغ منها يعني بركز عليها.
النيرف امبولسز طبعا برضو عارفين اصلا يعني كان لما يعني لما خلال النيرف خلال النيرف امبولسز ترانسميشن تمام بصير في عندنا اصلا ستيميليشن او اكتيفيشن للكالسيوم ريسبتورز تمام اللي هي فولتج جيتد كالسيوم شانلز وبصير في عندنا انتري للكالسيوم وبالتالي بيعمل اكسسايتوسيس تمام. هذا كان سواء على مستوى النيورونز اللي هو بيعمل ريليز للاستيلكولين واذر نيور ترانسميترز او على مستوى السيلز بشكل عام اذا بنتذكر كان برضه الرول بالاكسسايتوسيس تمام. فهذا كان بالنسبه للكالسيوم وبرضه هو از بارت من السكند مسنجر سيستمز يعني اذا بنتذكر الاي بي 3 كان يعمل ريليز للكالسيوم وكان الكالسيوم مع الدايستريجليسرول كان يعمل اكتيفيشن للبروتين كينيز سي. فهو يعني الكالسيوم متعدد الوظائف غير انه طبعا هو مين كونستنتنت للبون تمام غير انه هو برضه مهم جدا لقصة اللي هي الكونتراكشنز تمام المسل كونتراكشنز لكن حكينا انه له وظائف عديده. طيب نرجع هسه هون للسياق تبعنا. فحكينا هنا انه وحكينا طبعا احنا هنا معظم وظائف الكالسيوم ومن ضمنها حكينا اللي هي المينتيننس اوف ذا ميمبرين انتجريتي. فبالتالي يكون في يعني اذا كان في عندنا مينتيننس اللي هي الميمبرين انتجريتي راح يكون في عندنا نورمال مسل سيل اكسايتابيلتي. يعني الصوديوم ما بيصير له ديفيوجن الا اذا كان مثلا في عندنا من خلال شانلز معينه ما بيصير له سبونتينيوس ديفيوجن او عشان نسوي لي ديبولاريزيشن تمام ما بيصير هذا الكلام. مين هذا مين بيسوي لي مينتنس الميمبرين انتجريتي هو الكالسيوم تمام. طيب فلو مثلا زاد او قل راح تتاثر هاي اللي هي الميمبرين انتجريتي اما سلبا او ايجابا. فبالتالي اذا قل الكالسيوم راح تزيد راح تقل في عندي اذا قل الكالسيوم راح تقل عندي الميمبرين انتجريتي فبالتالي الصوديوم راح يصير له ديفيوجن تمام راح يصير له ديفيوجن الصوديوم وبالتالي راح يصير في عندنا سبونتينيوس ديبولاريزيشن وراح تزيد في عنا الاكسيتابيليتي تبعت المسل سيلز وبالتالي يصير في عنا كونتراكشنز سبازم والى اخره وتتني تمام. بينما لما نحكي عن العكس اللي هو هايبر كالسيميا راح يصير في عنا راح تزيد عندنا الميمبرين انتجريتي فبالتالي راح تقل في عنا الاكسيتابيليتي للمسل سيلز. هذا كان بالنسبه للكالسيوم. فالنورمال رينج اوف كالسيوم اللي هو 11 مايكرو ملي جرام بير 100 ملي لتر بلازما مهمه جدا 11 ملي جرام بير 100 ملل بلازما مهم جدا انه يضل الكالسيوم بالنورمال رينج. وعشان هيك قلنا انه ال يعني الكالسيوم ليفلز دائما لازم لها ريجوليشن وبكون ايميديت يعني مش نستنى انه الكالسيوم يقل او يزيد وبعدين لا لازم يكون فينا ايميديت خلينا نحكي انترفينشن على مستوى الريجوليشن تبع الكالسيوم ليفلز بالبلازما. طيب هسه المغنيسيوم نفس الكالسيوم تمام لكن هو ليس بوتنت على قصه السكريشن تبع الباراثايرويد. فلما يقل المغنيسيوم بيصير في عنا ريليز للباراثيرود اشي هو منطقي. ليش؟ لانه قصة المينراليزيشن يعني ليش الباراثيرود امرة بيزيد تمام يعني هسا بيكون في عنا low levels of calcium مثلا. هلا low levels of calcium ورح يزيد اكيد زي ما احنا عارفين الباراثيرود هرمون تمام. هلا بنفس الوقت اللي اذا كان في عنا low levels of magnesium تمام برضو لازم يصير في عنا يزيد عنا الباراثيرود لانه بدون المغنيسيوم ما راح يصير في عنا مينراليزيشن لكن هاي العمليه يعني قصه انه المغنيسيوم بيعمل ستيميليشن للباراثيرويد اكيد اقل بكثير من الكالسيوم. يعني الكالسيوم اكيد البوتنسي على قصه الريليز تبع الباراثيرويد اكثر بكثير من المغنيسيوم. هون فينا بدي اضيف معلومه صغيره انه لو صار في عندنا هايبومغنيزيميا اكيد يصير في عندنا ستيميليشن للريليز تبع الباراثيرويد لكن حكينا بالبوتنسي بتكون اقل بكثير من الكالسيوم. لكن لو صار في عندنا سيفير هايبومغنيزيميا ما راح يصير في عندنا ريليز بالعكس راح يصير في عندنا انهبيشن للريليز للباراثيرويد. بس هيك معلومه نكون حاطينها ببالنا انه المغنيسيوم هايبومغنيزيميا راح يسبب لنا ريليز بس اقل من الكالسيوم تمام البوتنسي تبعته اقل. اللي صار في عندنا سيفير هايبومغنيزيميا لا راح يصير في عندنا انهبيشن للريليز تبع الباراثيرويد. طيب بالنسبة للفوسفات طبعا الفوسفات احنا اتفقنا قبل شوي انه الفوسفات منطقيا انه الباراثيرويد شو كان الافكت تبعته انه كان من خلال الكيدنيز كان يروح ويعمل انهبيشن على في البروكسيمال كونفيليتد بيولز يرتبط بريسبتورز هناك ومن خلال سيجنال ترانزكشن باث واي كان يعمل انهبيشن. انا حاضر اسمع ان شاء الله هسه بشوفها لانه افضل بحكي من هون بس نحكي يعني اعتقد ايوه هي الرسمه بالضبط هي الباراثيرويد بيرتبط ب مشكلة الرسمات صدقا هي مش بمواقعها لانه ما في وسع صدقا بالشيت يعني هون ما فيش مكان احط فيه الصورة فحطيتها باماكن مختلفة يعني. طيب
فالباراثايرويد هرمون برتبط في الريسبتور تبعه من خلال اللي هو ادينين سايكليز والى اخره، بروتين كاينيز فوسفوريليشن، بيعمل فوسفوريليشن لايش؟ لا هاي اللي هو السمبورتر، اللي هو السمبورتر اوف صوديوم والفوسفيت مع بعض، تمام؟ هذا هو سمبورتر، بدخل الصوديوم والفوسفيت بيعملهم ري ابزوربشن. فلما تقول له فوسفوريليشن لهاي الشانل، تمام، اكيد راح نمنع الصوديوم والفوسفيت ري ابزوربشن. فبالتالي اذا كان يعني شو وظيفه الباراثايرويد؟ انه قلل لي الليفلز تبعت الفوسفيت بالبلد، قلل الليفلز تبعت الفوسفيت وين؟ بالبلد. فاذا شو منطقيا اذا زادت اذا زاد الفوسفيت ليفلز، شو المنطق اني اسوي؟ اني ارفع الليفلز تبعت الباراثايرويد، لكن اكيد مش زي الكالسيوم، اكيد مش زي الكالسيوم، تمام؟ فزي ما احنا شايفين ارايز ان البلازما فوسفيت كونسنتريشن انكريزز طبعا اندايركتلي اللي هو الباراثايرويد سيكريشن، لكن مش زي الكالسيوم زي ما احنا عارفين. فحكينا هسه عشان برضه نعيد صياغه بعض الجمل، المغنيسيوم والفوسفيت اثنينهم بيعملوا ستيميليشن للريليز تبع الباراثايرويد، لكن اقل من الكالسيوم، اقل من الكالسيوم، تمام. الفوسفيت حكينا لانه بس الفوسفيت يعني المغنيسيوم بدنا نرفع الليفلز اوف المغنيسيوم، لكن الفوسفيت لا، بدي ازيد الاكسكريشن لانه زاد في عندي الليفلز اوف فوسفيت، فبالتالي لازم اعمل اكسكريشن من خلال الباراثايرويد، بينما المغنيسيوم قلل الليفلز للمغنيسيوم، فبالتالي لازم اعمل ستيميليشن حتى انه يزيد الليفلز تبعت المغنيسيوم. والفيتامين دي زي ما احنا عارفين، هو الفيتامين دي اصلا بيزيد الابزوربشن، فبما انه بيزيد الابزوربشن فيش داعي هسه انه يشتغل الباراثايرويد، يعني لانه هذول الاثنين بيشتغلوا اصلا تقريبا نفس الوظيفه. يعني الفيتامين دي بيعمل بيزيد الابزوربشن من وين؟ بيزيد الابزوربشن من خلال الانتستين، صح؟ هذا اصلا وظيفه الفيتامين دي. فبما انه بيزيد الابزوربشن تبع الكالسيوم من الانتستين، ففيش داعي هسه الباراثايرويد هرمون يشتغل، فيش داعي انه يشتغل، فبيعمل له انهبيشن. هذا از برضه من النيجاتيف فيدباك سيستم. خلينا نشوف هاي اللي هي الفيجر هذا كويس. فزي ما احنا هنا شايفين الفيتامين دي، تمام، بيعمل فيدباك انهبيشن للباراثايرويد هرمون سينثيز، بيعمل فيدباك انهبيشن للباراثايرويد هرمون سينثيز، تمام. طبعا منطقيا شو اللي هسه بيعمل انهبيشن للباراثايرويد هرمون سينثيز والسكريشن بشكل عام؟ الفيتامين دي والكالسيوم، هذا الاثنين اكيد بيعملوا. اذا صار في عندنا اليفيشن للكالسيوم ليفلز، خلص ما في داعي يصير في عندنا ريليز للباراثايرويد. واحنا حكينا اصلا شو الميكانيزم، انه برتبط الكالسيوم، كان يرتبط بالكالسيوم سينسنج ريسبتورز، كان يعمل من خلال السيجنال ترانزكشن باث واي المعتاد، كان يعمل انهبيشن للريليز تبعت الباراثايرويد. والفيتامين دي برضه اذا كان موجود ما في داعي، فبيعمل برضه انهبيشن للسينثيسيس تبع الباراثايرويد. فهون شوية نوت، يعني هو صدقا الـ يعني المحاضرة مش يعني أفكارها أو ما بتكون، يعني أنا مثلا لو إنه كان معي وقت صدقا كنت رح أسوي سلايدات وكنت رح أضبط شوي اللي هو ترتيب المواضيع، يعني بتكون شوي بتيجي بكون موضوع تحكي عن موضوع بعدين فجأة بلاقي عليك موضوع ثاني. فلو كان في ترتيب أفضل لأمانة بيكون أحسن، يعني للشرح ولا للدراسة. هلا هو انا برضه بحكي لنا هي النقطه الاخيره، تمام، بحكي انه هو بروتين هرمون، فبالتالي لازم له، بما انه بروتين لازم له في البلد، ما في داعي لاي ترانسبورت، ما في داعي لاي كارير او ترانسبورتر، لكن لما يوصل على التارجت سيل ما راح يقدر يعمل ديفيوجن، فبالتالي لازم يرتبط على ميمبرين ريسبتور، تمام. هذا كان بالنسبه له قصة اللي هي البروتين هرمون. هلا هون كل الفقرة هاي يعني بحكي لنا بشكل سريع على انه الباراثايرويد هرمون، تمام، البيولوجيكال اكتيفيتي تبعته بتكون موجودة فقط بالفيرست 34 امينو اسيد، يعني بس باول 34 امينو اسيد هي بتكون هناك البيولوجيكال اكتيفيتي، اكثر من يعني ما دون ال 34 هذولا بتكون اشي دخل بالستراكشر مش اكثر. فبالتالي لو كان في عندنا فاريشن، تمام، في غير هدول ال 34 ما في مشكله، ما راح تاثر في عندنا الفانكشن. يعني لو كان في عندنا بس هدول ال 34 امينو اسيد لسات راح يكون فانكشنال، ما في اي مشكله بالباراثايرويد هرمون. اذا صارت مشكله بهدول ال 34 لا، هون راح تتاثر الفانكشن تبعت الباراثايرويد هرمون، وبنفس الطريقه للثايروغلوبولين، بنفس الطريقه للثايروغلوبولين، تمام. وهنا حكينا قصة اللي هي انه هو synthesized as a pre-pro hormone، بصير له cleavage the signal peptide، بصير pro hormone، بعدين للجولجي apparatus packaging، للجولجي apparatus، بعدين بصير له modification subsequent modifications، وبالتالي بعدين بصير هرمون. وحكينا انه هو طبعا هون هو 84 تمام امينو اسيد، لكن اتفقنا انه 34 فقط منهم كافية للبيولوجيكال اكتيفيتي تبعته، فالريميننج بيكونوا لهم دخل بالستركشر، تمام. اما كاكتيفيتي بيولوجيكال اكتيفيتي هي بالفيرست 34 امينو اسيد من الانترمنس من جهه اللي هي من جهه الان اتش 3. طيب هلا نحكي هسه عن
او مش نحكي هسه نراجع، لانه احنا حكينا بالتفصيل شو قصه الباراثيرويد وكيف بياثر على الفوسفيت وكيف بياثر على الكالسيوم. فزي ما حكينا انه البي تي اتش بيعمل بروح الكيدنيز بيعمل بقلل الفوسفيت ري ابزوربشن بيزيد الكالسيوم ري ابزوربشن، وقصه اللي هي الفيتامين دي اللي راح يروح على الانتستين، تمام، او خلص مولود اصلا هون اللي راح يروح على الانتستين زي ما احنا شايفين، وراح يعمل يزيد اللي هو الكالسيوم ابزوربشن، بينما على البون راح يعمل ريزوربشن راح يعمل زياده في الفوسفيت وفي الكالسيوم. وبالنسبه ل زي ما احنا هون شايفين انه بيقلل الفوسفيت ري ابزوربشن، وهي حكينا هي الاديشنال ميكانيزم اللي من خلالها بصير في عندنا رايز خلينا نحكي بالانباوند او الفري كالسيوم ليفلز. تمام، حكينا برضه هون عن قصه اذا صار في عندنا ديكريز بصير في عندنا سكريشن للمور اكيد. حكينا هي قصة اللي هي برضه الكالسيوم سنسنج ريسبتورز الموجودة على الباراثيرويد، انه لما يكون في عندنا هايبر كالسيميا بيرتبط سبريشن، هايبوكالسيميا ما بيرتبط فبالتالي بصير في عندنا ريليس. هي كل القصة، وهون حكيناها بالتفصيل عن الرينال اكسكريشن بيشتغل بشكل مباشر على الكدني وبيشتغل بشكل مباشر على البون، بينما بيشتغل بشكل غير مباشر على الانتستين من خلال الفيتامين دي طيب نرجع نحكي هسه بشكل سريع عن كل وحدة. حكينا هون على الكيدنيز بيشتغل بثلاث ميكانيزمز، الفيرست انه بيعمل كالسيوم ري ابزوربشن على الديستال كونفيوليتد تيبيولز على الفوسفيت زي ما احنا شايفين هون بيقلل الفوسفيت ري ابزوربشن، تمام، فبالتالي راح يصير في عندنا اللي هي قصه هاي هي الاديشنال ميكانيزم اللي من خلالها بصير في عندنا رايز بالانباوند او الفري كالسيوم ومور فيتامين دي فورميشن، فبالتالي هذا بيزيد المور فيتامين دي يعني بروح على الانتستين لانه اللي هي الستيب شو قصه اللي هي انه في الكيدنيز فيتامين دي السكند هيدروك هو الفيتامين دي بيصير له تو هيدروكسيليشنز فيرست وسكند، الفيرست بتكون على رقم 25 من كربونات والثاني بتصير بالكيدنيز على الفيرست كربون، تمام. هلا فبس يعني هو الفيتامين دي حكينا بيجي من الليفر، يعني بيجي بالليفر بيصير له الفيرست هيدروكسيليشن، فبيجي على كيدنيز بالفورم تبعه 25 هيدروكسي كوليكالسيفيرون، هيك بيكون خلينا نحكي الفورميوليشن تبعت الفيتامين دي لما يوصل للكيدنيز. السكند هيدروكسيليشن وين بتصير؟ بتصير بالكيدنيز، تمام. طب شو اللي بحفز هاي الستيب؟ اللي بحفزها اللي هو الباراثايرويد هرمون. ان شاء الله اني الاقي صوره موجوده هون، اعتقد اني حطيت صوره مش متذكر. طيب خلينا نشوف هون ممكن هاي اعتقد انها بالضبط. فهون زي ما احنا شايفين هون الباراثايرويد هرمون بيعمل ستيميوليشن لايش؟ للالفا لل1 الفا هيدروكسيليز. هذا ال1 الفا هيدروكسيليز وين موجود؟ موجود وين؟ بالكيدنيز اللي راح يعمل السكند هيدروكسيليشن اللي هي فبصير اسمه 125 داي هيدروكسي كولي كالسيفيرول، داي هيدروكسي كولي كالسيفيرول، فبالتالي هذا هو الموست بوتنت والاكتيف فورم تبع الفيتامين دي، هو اللي راح يسبب لي او راح يسوي اللي هو ابزوربشن للكالسيوم من الانتستين. فحكينا من ضمن الافكتس انه بيسوي لي مور فيتامين دي فورميشن، حكينا عن قصه اللي هي الفوسفيت ري ابزوربشن ومور كالسيوم ري ابزوربشن. هون طبعا الفيتامين دي مش بس بيزيد الابزوربشن للكالسيوم انه برضه للفوسفيت، عشان هيك حكينا اللي هي الاديشنال ميكانيزم هاي فيري كريتيكال تبعت اللي هي انه بيزيد او بيقلل الري ابزوربشن تبع الفوسفيت من الكيدنيز، لانه حكينا احنا على مستوى الانتستين زدنا الفوسفيت والكالسيوم، على مستوى البون زدنا الفوسفيت والكالسيوم، ستيل لسه الفري او الانباوند كالسيوم ما صار له انكريز، فعشان يصير في انكريز لازم نقلل الفوسفيت ري ابزوربشن. بالنسبه للبون ريزوربشن حكينا هنا بدنا نوقف بدنا يعني نحكي عن شغله مهمه. هلا في عندنا في البون زي ما احنا عارفين البون سيلز في عندنا اوستيوبلاست وفي عندنا اوستيوكلاست، تمام. هلا الاوستيوبلاست هذول البون فورمينج، اما الاوستيوكلاست هم العكس مسؤولين عن الريمودلينج، تمام، مسؤولين عن الريمودلينج. هلا البون فورمينج سيلز او الاوستيوبلاست موجود عليهم الباراثايرويد هرمون، موجود عليهم الباراثايرويد هرمون، بينما الاوستيوكلاست ما عليهم الباراثايرويد هرمون. طيب شو اللي بصير؟ بيجي الباراثايرويد هرمون بيرتبط بالاوستيوبلاست، يعني اول شيء الباراثايرويد هرمون بيرتبط وين؟ بيرتبط على ريسبتورز موجودين على الاوستيوبلاست. هذا شو بيسوي؟ هذا بيعمل هذا بيعمل ريليز للرانك لايجند، بيعمل ريليز للرانك لايجند. هذا الرانك لايجند وين بيرتبط؟ بيرتبط على الريسبتور اللي هو الرانك ريسبتور الموجود وين؟ على الاوستيوكلاست، تمام. هلا بدي انا هاي في صوره جبتها عشان توضح الامر اكثر، تمام، جبت هاي الصوره من اللي هو الباثولوجي تبع الام اس اس اتذكر. حكينا انه بصير في عندنا هون
زي ما احنا شايفين هون هاي هدول الاوستروبلاست الرانك ليجند تمام بيرتبط بالرانك اللي هو الريسبتر وبالتالي هاي اللي هي البريكيرسر او الاوستيوكلاستيك او الاوستيوكلاست بريكيرسر بصير لها ماتوريشن وديفرنشيشن وبتصير اللي هي الماتشور اوستيوكلاست تمام واللي بالتالي بتعمل تقدر تعمل بون ريزوربشن فاحنا حكينا في انه تو تايبس اوف سيلز في اوستيوبلاست بون فورمينج اوستيوكلاست بون ريزوربينج سيلز الاوستيوبلاست بتعمل اكتيفيشن للاوستيوكلاست من خلال الرانك ليجند فالرانك ليجند بيرتبط على الرانك ريسبتور تبعه وبيعمل له ايش بيعمل ستيميوليشن للديفرنشيشن والماتوريشن تبع تبع الاوستيو الكلاست البريكيرسر اوف اوستيوكلاست فبصير بالتالي شو بتصير بتصير ماتشور اوستيوكلاست وبتعمل تقدر تعمل بون ريزوربشن تقدر تعمل بون ريزوربشن فهيك بصير لها بصير فالماتشور اوستيوكلاست then develop a ruffled border هذا هو الرفل بوردر اللي من خلاله تقدر تعمل ريليز للانزيمز والاسيدز وتعمل بون ريزوربشن تمام هلا هاي هي الميكانيزم انه بيجي الباراثيرويد هرمون بيرتبط بالاوستيوبلاست بيعمل ريليز او بيعمل خلينا نحكي يعني اذا كان مستوى الرانك ليجند كان مرتبط او بيعمل يعني يا اما بتعمله ريليز للرانك ليجند او انه بصير له اكسبريشن وبصير امبيدد بالممبرين المهم بالنهايه انه راح يرتبط بالرانك ريسبتور الموجود على الاوستيوكلاست وبيعملها ديفرنشيشن واكتيفيشن عشان تصير ماتشور اوستيوكلاست وتقدر تسوي بون ريزوربشن هسه هاي العمليه كلياتها شو اللي بيعملها سبريشن اللي بيعملها سبريشن زي ما احنا عارفين اللي هو اوستيو بروتيجرين فالاوستيو بروتيجرين هذا هو اللي بيعمل سبريشن اوستيو بروتيجرين تمام هو اللي بيعمل سبريشن بيجي بيرتبط بهذا الرانك ليجند فبالتالي بيعمل سبريشن للاوستيوكلاستيك ديفرنشيشن تمام فهذا هو كان بالنسبه لقصه الاوستيوبلاست والاوستيوكلاست والبالانس اللي بيجي يكون بيناتهم طيب فزي ما حكينا دي ديفلوب لهم الرفل بوردر ومن خلاله بيعملوا ريليز للانزيمز وبيعملوا ريليز لسيفرال اسيدز ومن خلاله ايش بيعملوا بون ريزوربشن هذا توتسمارايز حكينا عنها كلها بالضبط تمام هو انا بس اللي هي قصه الاكسترا انه كيف هاي البريفيس ميكانيزم كود بي سبريست حكينا من خلال الاوستيو بروتيجرين هذا الاوستيو بروتيجرين هو اللي بيرتبط بالرانك ليجند وبالتالي بيعمل بيمنع انه يرتبط بالرانك ريسبتور الموجود على الاوستيوكلاست فبالتالي بيقلل الاوستيوكلاستيك ديفرنشيشن وبالتالي البون ريزوربشن وبالتالي البون ريزوربشن هلا الانتستينال حكينا عنه انه من خلال اللي هي الاندايركتلي من خلال الفيتامين دي وحكينا انه هذا هو الفورم اللي هو 125 داي هيدروكسي كوليكالسيفيرول هذا هو الموست بوتنت فورم من الفيتامين دي لانه راح نحكي عن اذر فورمز من الفيتامين دي فحكينا انه راح نزيد اكيد اللي هم الكالسيوم ليفلز انه من خلال نزيد الكالسيوم لازم نقلل البلازما كالسيوم ولازم نقلل لازم نزيد الكالسيوم ليفلز في البلازما ولازم نقلل الفوسفات ليفلز بالبلازما تمام فهيك هسه بس كان لخص سريع عن شو حكينا حكينا انه الباراثايرويد ليش بيصير له ريليز بيصير له ريليز او خلينا نيجي مثلا او خلينا نشرحها على صوره معينه تمام مثلا هاي الصوره افضل طب سريعا نراجع كل شيء تقريبا حكينا الباراثايرويد تمام بقل الكالسيوم ليفلز الفري او الانباوند كالسيوم الايونايزد كالسيوم بقل بصير في عندنا ريليز للباراثايرويد الباراثايرويد بيشتغل على الكيدنيز على البون على الانتستين على البون بيعمل البون ريزوربشن بيزيد الليفلز الكالسيوم والفوسفيت على الكيدنيز بيعمل بيزيد الري ابزوربشن على الديستال كونفيوليتد تيبيولز وعلى البروكسيمال كونفيوليتد تيبيولز بيقلل الفوسفيت ري ابزوربشن فبالتالي شو النت ريزلت راح يكون في عندنا اليفيشن الكالسيوم ليفلز ان ذا سيروم وديكريز ان ذا كالسيوم ليفلز بالسيروم هذا الشيء كثير مهم ليش لانه لولا هاي الاديشنال ميكانيزم هي ديكريز ان ذا فوسفيت ري ابزوربشن ما كان احنا راح يزيد في عندنا الكالسيوم او الايونايزد او الفري او الانباوند كالسيوم بالسيروم ليش الكالسيوم ليفلز مهم انها تكون نورمال وريجوليتد كثير لانه حكينا بيشتغل على الهارت بيشتغل على الكلوتينج قصة اللي هي البادي كلوتينج بيشتغل برضو على الترانسميشن تبع النيرف امبلسز في المسل كونتراكشن وهو مين كونستنتي اكيد للبون له يعني البون اهم قصة حكينا اللي هي قصة اللي هي الممبرين انتجريتي والاكسادابيلتي تبعت المسل والنيورال سيلز كل هاي الامور هي مهمة بالنسبة للكالسيوم هوميوستاسيس طيب حكينا برضو من خلال indirectly من خلال الفيتامين دي بيشتغل على الانتستين بيزيد الابزوربشن كل هذا الكلام عشان نرجع الكالسيوم ليفلز للنورمال رينج عشان نرجع الكالسيوم ليفلز للنورمال رينج تمام
يعني هذا هاي شيء لازم نكون فاهمينه كويس بالنسبه لهاي المحاضره تقريبا لحد الان. يعني هذا هو اهم شيء، اللي هي انه نكون فاهمين بالضبط كيف بيعمل بصير في ريليز والى اخره. طبعا انا حكيت شغله بالمحاضره اللي هي اللهم صل على سيدنا محمد تتعلق بال انه الباراثايرويد، لانه اكيد راح او مثلا موجود في الكتاب انه الباراثايرويد بالبدايه بيعمل ستيميوليشن وبيعمل بون فورميشن، يعني الباراثايرويد هرمون على البون. اذا نحكي احنا عن يعني اذا كان صار في عندنا رايز لهذا الليفل تبعت الباراثايرويد ب وكان هذا الرايز انترميتنت يعني ما كانش مستمر تمام، او خلينا نفترض انه مثلا انا اعطيت الباراثايرويد هرمون تمام، اعطيته مثلا اليوم تاته بكره ما كانش الادمنستريشن تبع الباراثايرويد هرمون ما كانش كونتينيوس، بهاي الحاله ما راح يعمل ريزوربشن، بهاي الحاله ما راح يعمل ريزوربشن. يعني الباراثايرويد هرمون خلينا هيك لازم نكون عارفين انه حتى يسوي بون ريزوربشن لازم يكون في عندنا كرونيك لونج تيرم اليفيشن اوف ذا باراثايرويد هرمون ان ذا سيروم، يعني لازم يكون في عندنا لمده طويله يصير في اليفيشن. بينما لما يكون في عندنا شورت تيرم اليفيشن انترميتنت خلينا نحكي اليفيشن للباراثايرويد هرمون بالسيروم، هذا ما راح يعمل ما راح يعمل خلينا نحكي ريزوربشن بون ريزوربشن، وانه راح يعمل بون فورميشن. وهذا الشيء استخدموه في علاج الاوستيوبوروسيس. فعشان هيك مثلا لو واحد قرأ انه الباراثايرويد هرمون يستخدم في علاج الاوستيوبوروسيس، طب انه ما يتخربط انه هذا تميسين بارادوكس، انه في تناقض في الموضوع انه كيف الباراثايرويد بيشتغل على البون، يعني كيف بيعمل بعلاج الاوستيوبوروسيس رغم انه هو بيعمل بون ريزوربشن. هي هاي القصه انه انترميتنت ادمنستريشن اوف ذا باراثايرويد هرمون causes bone formation، ما بتعمل bone resorption تمام. هاي نقطة كثير مهمة، يعني معلومة هي إضافية مش مكتوبة بالشيتات بس مكتوبة مش موجودة في الكتاب. طيب هذا كان بالنسبة للي هي الباراثايرويد جلاند، وهلا نحكي عسا عن والقصة اللي هي الباراثايرويد هرمون والريليز والسبريشن تبع الريليز تبعه. هلا نحكي عن الهايبو فانكشن او الهايبر فانكشن تبعت الباراثايرويد. جزء منها يعني عارفينها طبعا من الباثا تمام، راح نحكي عنها بشكل سريع. انه هنا باول فقره بيحكي لنا اذا صار في عندنا اتروفي او ريموفال للباراثايرويد اكيد راح يصير في عندنا هايبوكالسيميا. ليش؟ لانه اكيد راح يبطل في عندنا ري ابزوربشن من الكيدنيز، راح يبطل في عندنا ابزوربشن من الانتستين، راح يبطل في عندنا بون ريزوربشن، فبالتالي راح يصير في عندنا هايبوكالسيميا. بالمقابل لانه ما بيصير في عندنا تقليل للفوسفيت ري ابزوربشن راح يصير في عندنا اليفيشن للفوسفيت ليفلز. فهي فقط نعكس كل شيء هسه شرحنا اذا صار في عندنا هايبو باراثايرويدزم. طيب ليش هو خطير يصير في عندنا هايبو باراثايرويدزم؟ لانه راح يصير في عندنا هايبو كالسيميا. اذا صار في عندنا هايبو كالسيميا حكينا انه هذا بياثر على الممبرين انتجريتي، بيقلل الممبرين انتجريتي، فبالتالي راح يصير في عندنا كونتينيوس صوديوم انتري، كونتينيوس ديبولاريزيشن، وبالتالي راح يصير في عندنا كونتينيوس ريبولاريزيشن، فبالتالي هذا راح يسوي لنا تيتانايزيشن، بالنهايه راح يسوي لنا تيتانايزيشن تمام. فممكن طبعا هذا التيتاني كان سبريد تو لانجز، فبالتالي هذا ممكن يؤدي الى الوفاه تمام. اذا هذا التيتاني يعني اذا خلينا نحكي الريسبيراتوري ماسلز تمام تاثرت ممكن يؤدي هذا الى الوفاه، وبرضه اذا اللارينجال ماسلز برضه تاثرت بنفس الطريقه. شو النورمال ليفل تبعت الكالسيوم؟ هي 11 ملغ بير 100 ملليلتر. اذا قلت ل 7 زي ما حكينا تاثر الممبرين انتجريتي تمام، وبصير في عندنا هاي التيتاني. لكن اذا وصلت ل 5 هذا ممكن يؤدي الى الوفاه او راح يؤدي الى الوفاه تمام. يعني هذا بس هيك معلومه سريعه عن قصه شو النورمال ليفلز وشو الايفكت انها بتاثر على الممبرين انتجريتي، وقصه التيتاني اللي هي حكينا عنها في الباث صار في عندنا هايبوكالسيميا وصار في عندنا تيتاني، شو الميكانيزم هي انها بتاثر على ان هي مهم الكالسيوم مهم للممبرين انتجريتي. طيب ليش التيتانيزيشن ما بصير على الهارت؟ هسه التيتانيزيشن احنا عارفين انه مثلا هون صار في اي مصل، لكن ما بصير على الهارت مصلز، لانه في الهارت في عندنا لونج ريفراكتوري بيد. بنتذكر في عندنا هذا البلاتو اللي كان يكون موجود بالهارت تمام، الهارت مصلز تمام، فبالتالي ما بصير في عندنا تيتانيزيشن، ما بصير في عندنا تيتانيزيشن، لانه مهما كان في عندنا خلينا نحكي السب سيكونت الديبولاريزيشن تمام. يعني اذا بنتذكر هذيك الرسمه انه كان مثلا يصير في ديبولاريزيشن هون مثلا تمام هون، بس استل البلاتو راح يرجع يعني هون هيك وحيرجع، فما راح يصير في عندنا تيتانيزيشن. مش زي مثلا اللي هم لما كنا نحكي عن اللي هم النيورونز او المسل سيلز بالوضع الطبيعي، لما كنا نتذكر مثلا كان يكون زي هيك مثلا الاكشن بوتنشال زي هيك
تمام، بعدين زي هيك، بعدين زي هيك، عبين لنقطة نوصل فيها إيش، صير في عنا تيتانيزيشن. عبين نوصل لنقطة فيها تيتانيزيشن، ليش؟ لأنه كان نحكي عن short refractory period بالنسبة للمسل سيلز. أما للهارت مسل سيلز تمام، بالنسبة للهارت مسل سيلز ما بتكون هاي العملية موجودة. ليش؟ مشان نحكي عن اللي هم عن ال يعني على الكارديومايوسايت، ما بتصير في عندنا العملية. ليش؟ لأنه نحكي عن long refractory period، نحكي عن long refractory period تمام. فهذا كان بالنسبة لقصة إنه ليش في الهارت ما بصير في عندنا تيتانيزيشن. حكينا برضو إنه الكالسيوم شو هي وظائف الكالسيوم، حكينا إنه بيكون بيعمل مهم جدا بالنسبة لبعض في وظائف بعض الإنزيمات زي ما احنا شايفين هنا، وهو برضو بيكون كوفاكتور لبعض الإنزيمز، برضو للإكسوسايتوسيس، للنيرف ماسل ترانسميشن، للكونتراكشن زي ما احنا عارفين، ميمبران انتجريتي كثير مهمة، وللبلاد كوجيشن. هاي كلها مكتوبة هون، هاي بلاد كروتين بتكون جزء من البلاد كروتين كاسكيد، سيجنال ترانزاكشن باث واي زي ما احنا عارفين، بيكون مثلا الكالسيوم بيرتبط مع الدايس جلسرول بيعمل اكتيفيشن للبروتين كاينيز سي، فهذا بيكون انفولد بسيفرال سيجنال several intracellular signal transduction pathways، وبرضه بيكون كوفاكتور لسيرتن انزيمز، واكيد هو الميجر كونستيتيوت اوف دي بون. طيب عشان هيك بما انه له وظائف عديده، فمهم جدا انه يصير له ريجوليشن من خلال البارثرويد، وهو الموست بوتنت ريجوليتر تبع للكالسيوم. والسكند هو بيكون الفيتامين دي. طيب حكينا برضه هاي، يعني حكينا برضه انه المشكله من هون انه في كثير معلومات مكرره، يعني حكينا عده مرات عن اللي هم القصة اللي هي الممبرين انتجريتي، وانه بس اذا صار في عندنا هايبوكالسيميا بصير في عندنا سبسيكوينت تيتاني تمام. حكينا عن هاي كلياتها. طيب فشو راح يكون في عندنا المنفي؟ طبعا هاي كلياتها يعني هاي الفقره كلياتها بتشرح بنفس الفكره تمام. وانا بس وانا بحكي باخر شيء، يعني بحكي انه الهايبوكالسيميا تمام، يعني شو بحكي انه هنا بحكي انه لما يصير في عندنا هايبوكالسيميا الاكسترا سيلولار كونسنتريشن اكيد راح تقل تمام، لكن ممكن انه اللي فهمته انه ليش بتاثرش ممكن المسل سيلز، او مش ليش ما بتاثرش المسل سيلز، ليش خلينا بس نتاكد من انا الفهم اللي انا فاهمه. وي هاف سين ذات الكالسيوم از ريكوايرد فور اكسيتيشن كونتراكشن. طيب كالسيوم بات دايركتلي اون ذا بلازما ميمبرين. طيب هون يعني بحكي بشكل عام انه الكالسيوم افكتس، بنحكي عن المسل سيلز تمام، ما بنحكي احنا عن الاكستراس، ما بنحكي عن الانتراسيلولار كالسيوم اللي بيطلع من الساركوبلازميك ريتيكولم، اللي هو لما يصير في عندنا اكسايتيشن كونتراكشن كوبلينج. اذا بنتذكر كان يصير في عندنا بعد الديبولاريزيشن تبع الممبرين ويوصل للتي تي بيولز، كان ومن خلال داي هيدرويونيدين ريسبتورز، بعدين رايونيدين ريسبتورز، داي هيدروبيريدين، بعدين رايونيدين ريسبتورز، كان يصير في عندنا ريليز للكالسيوم من الساركوبلازميك ريتيكولم تمام. هو احنا ما بنحكي عن هذا الكالسيوم، بنحكي عن الكالسيوم اللي بيكون اكستراسيلولار تمام، اكيد اكيد، لانه هو هذا اللي بيعمل مينتيننس للميمبرين انتجريتي، هو اللي بيعمل مينتيننس للميمبرين انتجريتي. اليوجوال مانيفيستيشنز حكينا عنها، بصير فينا تيتاني، بصير فينا تويتشينجز. تويتشينجز معناتها اللي هي بصير فينا الفاسيكيوليشنز، انه بعض الجروب اوف ماسل، في عندنا سيرتن جروبس اوف ماسل سيلز بتكون اسمها فاسيكلز، بتكون سراوندد باي كونكتيف تيشو، هاي بصير لها اللي هي كونتراكشن. طيب هذا كان بالنسبه للمانيفيستيشنز. طبعا هي غالبا الهاي بوكاسيميا بتكون اسيمبتوماتيك، لكن ممكن انه يكون في لها سيمبتومز. واي سيمبتومز؟ كلها ريليفد باي انجكشن اوف كالسيوم او لارج دوز اوف فيتامين دي، لانه كلياتهم راح او برث هذا، لانه كلياتهم راح يزيدوا ليفلز للكالسيوم. حكينا برضه انه الهايبوكالسيميا بتسبب انه بيكون في عندنا النيرف سيلز او المسل سيلز بيكونوا مور اكسايتبل، اما بحاله الهايبركالسيميا بيكونوا ليس اكسايتبل تمام. هذا كان مثل الهايبو والهايبركالسيميا، وحكينا بشكل عام عن الباراثايرويد هنا اندر اكتيفيتي هايبو باراثايرويدزم تمام. نحكي هسه عن الهايبر باراثايرويدزم. زي ما عارفين طبعا في منها برايمري وفي منها سيكندري برضه باراثايرويد هايبر باراثايرويدزم. البرايمري بتكون بسبب ادينوما، سيكندري بتكون بسبب كرونيك رينال فيلير. طبعا هاي معلومات من الباثولوجي، لكن اللي بيهمنا حاليا بالفسيولوجي انه نعرف انه كل ما زاد الباراثايرويد اكيد راح يصير في عندنا مور كالسيوم، راح يصير في عندنا على مستوى البون راح يصير في عندنا مور اند مور ريزوربشن، مور اند مور موبيلايزيشن يعني للكالسيوم والفوسفيت، فهي النقطه الاولى. النقطه الثانيه انه اكيد راح يزيد في عندنا الري ابزوربشن تبع الكالسيوم، وراح يصير في عندنا مور اكسكريشن للفوسفيت، يصير في عندنا مور اكسكريشن للفوسفيت، مور ري ابزوربشن للكالسيوم، مور ابزوربشن
more activation للفيتامين دي و subsequent absorption من الانتستين. فبشكل عام الليفر زي كده راح ترتفع بشكل ضخم وكبير جدا جدا، قد تصل الى 1617 ميلي جرام بير 100 مليليتر، يعني تصل لعدد ضخم جدا. احنا حكينا انه يعني عدد كبير جدا بالنسبه للكال او التركيز عفوا ضخم جدا بالنسبه للايونز للكالسيوم ايونز، يعني احنا حكينا انه النورمال 11 تقريبا ميلي جرام بير 100 مليليتر، لكن تقارن طبعا انت قديش تقريبا الفرق، تمام. فليش طبعا هذا الكلام؟ لانه زي ما حكينا الباراثايد بيرتفع لدرجه مهوله بحيث انه بيزيد الري ابزوربشن وبيزيد وبيعمل اكتيفيشن للفيتامين دي اللي راح يسوي ابزوربشن وبرضه بيعمل بيشتغل على البونز. عشان هيك الهايبر باراثايرويدزم هي اسوسييتد مع كونديشن بنسميها اوستايتس فايبروسيستيكا. شو قصه الاوستايتس فايبروسيستيكا؟ لانه بصير في عندنا سيست فورميشن، ولانه زي ما عارفين اصير في عندنا ريزوربشن، يعني هذا شو معناته؟ انه الاوستيوكلاستيك اكتيفيتي راح تزيد. لما تزيد الاوستيوكلاستيك اكتيفيتي راح يصير في عندنا زي كانه هيك شوي كافيتيشن، يصير لنا كافيتيز، يصير لنا كافيتيز في البون، وممكن يصير لنا برضه هيموريج، وهذا الاشي مع الفايبروسيس اللي راح يصير، تمام. هذا كلياتها هاي الكونديشن، تمام، نسميها اوستيتس فايبروسيس. اوستيتس فايبروسيس بتنشا بسبب ايش؟ بسبب اللي هي الهايبر باراثايرويدزم، بتنشا بسبب الهايبر باراثايرويدزم، تمام. زي ما احنا متفقين هو السكريشن تبع الباراثايرويد هرمون هذا بيؤدي الى ريليز الكالسيوم والفوسفات. هلا بالنسبه لل اللهم صل على محمد، هذا كان بالنسبه له اللي هو انه بصير في عندنا مور اند مور بون ريزوربشن. هاي الحاله تسبب هي اوستاتس فايبروسيس، بصير في عندنا كافيتيشن والهيمو مع الهيموراج والفايبروسيس، هاي كلها بنسميها اوستاتس فايبروسا سيستيكا. هلا خلينا نحن نفكر بمنطقيه، انا هون حاط رسمه جيده بالنسبه لاعراض الهايبر كالسيميا. شو اللي بصير هلا منطقيا؟ احنا زاد في عندنا الكالسيوم ليفلز، تمام، زاد في عندنا الكالسيوم ليفلز. اول شيء ممكن نفكر فيه انه زاد عندنا الكالسيوم ليفلز في السيرم، ممكن نفكر بميتاستاتيك كالسيفيكيشن، انه الكالسيوم يصير يترسب بعده اماكن. طبعا فين احنا نوعين من الكالسيفيكيشن من ضمن هالميتاستاتيك كالسيفيكيشن. هذا الميتاستاتيك انه عشان بيكون في عندي هايبر كالسيميا بصير الكالسيوم يترسب، من ضمنهم ممكن يصير في عندنا اللي هم ايش؟ بالبيزل جانجليا، تمام. فبصير في عندنا امور تتعلق بالبرين، مشاكل تتعلق بالبرين على اختلافها، على اختلافها. طيب بالنسبه للبون زي ما احنا عارفين ريزوربشن وكافيتيشن الى اخره، اوستاتس فايبروسيستيكا واللي هي احنا حكينا فيه الكونديشن كانت اسمها البراون تيومر، زي ما نتذكر هي مش ريل تيومر لكن فقط هي بسبب الكافيتيشن والهيمورج الى اخره، بصير في عندنا اللي هي براون تيومرز. طب على مستوى الكيدنيز نقطه كثير مهمه، انه برضه ممكن يصير في عندنا لانه زاد الليفلز الكالسيوم، وقلنا انه نحكي عن 1617 تقريبا ملي جرام بير 100 مليلتر، هذا رقم او كونسنتريشن ضخم جدا. فممكن يصير في عندنا ميتاستاتيك كالسيفيكيشن على الكيدنيز برضه، وتروح تخرب الكيدنيز، ممكن تسبب لنا رينال فيلير. او ممكن هلا احنا في نقطه مهمه كثير برضه حكينا انه صح احنا الباراثايرويد هرمون راح يعمل ري ابزوربشن على مستوى الكيدني، وصح راح يعمل ري ابزوربشن على مستوى الكيدنيز، لكن ستيل اللي اصلا بيصير له فلتريشن كثير كبير. يعني احنا عارفين انه اللي بيكون في الكيدنيز، تمام، كميه الكالسيوم يفترض احنا منطقيا انه الباراثايرويد بيعمل ري ابزوربشن للكالسيوم، وبالتالي وين راح يودي؟ راح يودي على البلد. لكن بسبب انه اصلا الفلتريشن اللي بيصير من البلد ضخم جدا، الكونسنتريشن في البلد ضخم جدا، فالفلتريشن من الكالسيوم بيصير ضخم جدا، فبالتالي ممكن يسبب لنا كالسيوم اوكزاليت او كالسيوم فوسفيت ستونز بنفس الكيدني، لانه قلنا كميه اللي بترسب اصلا ضخم جدا. فكالسيوم اوكزاليت او كالسيوم فوسفيت ستونز ممكن يصير في عندنا برضه مع الاوزموتيك، خلينا نحكي تشينج اللي بصير بسبب هذا الكالسيوم، ممكن يسبب لي اللي هو بوليوريا، وبالتالي ممكن يسبب لي اللي هو الثيرست، ممكن هاي من ضمن السيمبتومز للهايبر كالسيميا، تمام. فالبوليوريا والثيرست هاي اشياء مهمه، الستونز ممكن حتى يصير في عندنا رينال فيلير بسبب الميتاستاتيك كالسيفيكيشن، حكينا عن قصه البون اوستاتس فايبروسيس سيستيكا، حكينا عن البرين ممكن يسبب لي اي مشاكل بشكل عام. على مستوى الانتستين ممكن يسبب لي نوزيا او نوجا و مال ابزوربشن، ممكن حدا يسبب لي كونستيبيشن، ممكن يسبب لنا كونستيبيشن. فهسه رح نرجع نحكي بشكل سريع عن اعراض هون الهايبر كالسيميا. حكينا اهم نقطه اللي هي قصه الاوستاتس فايبروسيس سيستيكا، ممكن يصير لنا نوجا وفوميتنج ولوس اوف ابيتايت، ممكن يصير لنا برضه كونستيبيشن. ومن ضمن الاشياء برضه اذا بنتذكر انه الهايبر كالسيميا، اذا بنتذكر بالباثولوجي حكينا انه البيبتيك السرز، تمام، من ضمن الكو فاكتورز إلها الهايبر كالسيميا والهايبر باراثايرويدزم، لأنه ممكن طبعا يعني الميكانيزم مش كثير واضحة بالنسبة للكالسيوم، لكن ممكن إنه الكالسيوم اللي صار عنده الليفل سايد الكالسيوم زاد كثير
ممكن انه يسبب ستيميوليشن للجاستن ريليز، وبالتالي ممكن يسبب لنا يزيد لنا خلينا نحكي فرصه حدوث الالسرز، ممكن يعني يكون من ضمن الكو فاكتورز للبيبتيك السر. تمام، لكن هو مش مين فاكتور، وانما هو كو فاكتور. طيب اكسس اوف كالسيوم باليورين، هي حكيناها انه حتى على الرغم انه في عندنا increased reabsorption، لكن increased levels of the blood calcium excessive loss of the calcium في اليورين، فبالتالي ممكن انه يصير في عندنا stones، سواء نحكي عن calcium oxalate او calcium phosphate، ولانه برضه هذا السولت بيؤدي لانه الاوزموتيكلي بيكون active، فبالتالي بيعمل برضه بيزيد اللي هو خلينا نحكي الwater content، فبالتالي بيزيد بصير بيسوي لنا بوليوريا وثيرست. طيب هذا كان بالنسبة للي هم سيبتوس طبعا هايبر كالسيميا، حكينا الهايبر كالسيميا، حكينا أعراضها، وحكينا الهايبر كالسيميا وأعراضها. تمام، عشان حكينا كثير مهم إنه يكون في عنا هذا اللي هو الإميديت ريجوليشن تبع الكالسيوم ليفلز بالسيرم من خلال الباراثايرويد نمبر 1 نمبر 2 بنحكي عن الكالسيوم، يعني نحكي عن فيتامين دي. طيب هلا كيف نتخلص من هذا الهايبر باراثايرويدزم؟ بنشيل اللي هم هذا الاوفر اكتيف باراثايرويدزم، اما بنشيل واحده او ثنتين. طبعا هذا الاشياء مش هسه موضوع حديثنا، نحكي انه بنشيل واحده ولا ثنتين يعني حسب خلينا نحكي حاله المريض. طيب فهذا كان بالنسبه حكينا طبعا الهايبر باراثايرويدزم اكستريم اوستيوكلاستيك اكتيفيتي الفيس الكالسيوم كونسنتريشن والديبريسنج اللي هم الكونسنتريشن للفوسفات من خلال انها بتعمل انهيبيشن على الفوسفات صوديوم سيمبورتر. هلا نحكي هسه عن الفيتامين دي، نحكي هسه عن الفيتامين دي. طيب هسه الفيتامين دي اول شيء حكينا عن انه شو هسه طبعا في قصه انه في ديبيت هل الفيتامين دي هو فيتامين ولا هرمون، في ديبيت هسه مش قضيتنا هسه بالضبط، لكن الفيتامين كان بي اوبتين فروم دايت كان بي سينثيسايز انسايد بودي. احنا عارفين انه الفيتامين دي ممكن من خلال 7 ديهايدروكوليسترول، طبعا بيكون هذا الكلام في السكن موجود، من خلال 7 ديهايدروكوليسترول مش ايوه هو بالضبط، من خلال 7 ديهايدروكوليسترول. تمام، من خلال اليو في لايت بيصير له كونفرجن للكوليكالسيفيرول اللي هو فيتامين دي 3، وبعدين بيصير له الموديفيكيشن من خلال الهيدروكسيليشن من خلال الليفر 25 هيدروكسي فيتامين دي 3، وبعدين من خلال الكيدنيز بيصير له اللي هو السكند هيدروكسيليشن، وبصير في عندنا اللي هو الاكتيف فورم تبع الفيتامين دي. تمام، هذا كان بالنسبه له انه هو اللي خلينا نحكي مش اللي اوبتين من الدايت، هذا سينثيسايز نورمالي انسايد ذا بودي، بينما اللي بيكون اوبتين فروم الدايت تمام اما ان يكون على شكل فيتامين دي 2 او دي 3. تمام، اصل المهم العبره انه هو كان بي اوبتين فروم الدايت او كود بي سينثيسايز انسايد ذا بودي. تمام، طيب حكينا برضو انه الفيتامين دي حكينا من هو من ضمن الريجوليترز للليفرز تبع الكالسيوم، نمبر 1 حكينا انه هو الباراثايرويد هرمون، نمبر 2 حكينا هو الفيتامين دي. طيب هلا الفيتامين دي هو اهم نقطه بالنسبه للفيتامين دي هي قصه هي المينراليزيشن تبعت البون. فاول شيء اول ما نحكي عن فيتامين دي احنا بنفكر اصلا بقصه اللي هي المينراليزيشن تبعت البون، عشان هيك اصلا بيكون في عندنا فيتامين دي ديفيشنسي، بيكون في عندنا اما ريكتس او بالتشيلدرن او استيوميليشن بنحكي عن اللي هم الادلتس. تمام، فنسمع كلمه فيتامين دي على السريع مينراليزيشن، لكن لازم نحط ببالنا انه الفيتامين دي اول شيء بيسوي مش بون فورميشن او مينراليزيشن، وانما هو يعني اكثر وصف يكون مناسب للفيتامين دي انه نحكي بون ريمودلينج، يعني الاولد بون بيعمل له ريزوربشن وبعده بيعمل ادشن للنيو بون وبون فورميشن. تمام، فهذا افضل وصف للفيتامين دي نحكي هو عن هو بيشتغل على البون ريمودلينج، بيشتغل على البون ريمودلينج. تمام، احنا حكينا بشكل رئيسي عن الفيتامين دي اصلا شو بيسوي، بيعمل ابزوربشن من الانتستين، بيزيد الابزوربشن للكالسيوم والفوسفات من الانتستين، فبالتالي ممكن يصير في عندنا فورميشن هذول الاليمنتس كان بي ديبوزيتد ان دي نيو بون مينرال. تمام، فالفري كالسيوم بلاد فوسفات ريجوليتد. طيب حكينا هذا الكلام ايضا لانه حكينا انه هو اهم شيء الكالسيوم، الفوسفات ماشي، هو ممكن انه الفوسفات مثلا اذا صار في عندنا انكريز بالفوسفات ليفلز ممكن يسبب له الباراثايرويد هرمون سيكريشن، لكن حكينا انه مش بكميات، يعني مش هذا الكلام مش كثير خلينا نحكي مهم، يعني اهم شيء اللي هو الكالسيوم، اهم شيء اللي هو الكالسيوم. طب فينا هون نقطه برضو مهمه انه في البون احنا حكينا انه الباراثايرويد شو بيسوي، خلص هسه خلينا نعتبر انه صار في عندنا هايبوكالسيميا على البون راح يكون اكيد شفنا ريليز الباراثايرويد. تمام، وبعديها الفيتامين دي. هسه على البون الباراثايرويد
هرمون ومع الفيتامين دي ما بيشتغلوا عكس بعض، صح؟ احنا بنحكي انه الفيتامين دي بيشتغل هذا بون الباراثيرويد بون ريزوربشن، هذاك بيعمل مينراليزيشن يعني العكس، تمام؟ لكن هو على البون ما بيشتغلوا عكس بعض، وانما ما في انتاغونيزم، يعني ما في انتاغونيزم بين هذول الاثنين، وانما بيشتغلوا سينرجستيكلي، بيشتغلوا سينرجستيكلي، ما في بيناتهم انتاغونيزم. فنقرا هون زي ما احنا شايفين هذا اللي هو الفيتامين دي، الاكتيف فورم منه اكت سينرجستيكلي مع الباراثيرويد تو ستيميت الاوستيوليتيك اكتيفيتي والبون ريزوربشن، تمام؟ ليش؟ طبعا ليش هذا الكلام؟ طب ممكن نبين هذا ايش في تناقض، انه طب كيف ما هو الفيتامين دي وظيفته انه يعمل بون مينراليزيشن، انا حكيت افضل وصف للفيتامين دي هو بون ريموديلنج، لانه في البدايه بيعمل ايش؟ بيعمل ريزوربشن للاولد بون بس، تمام؟ هاي النقطه اللي هي المهمه. فالنقطه المهمه انه هو ليش بيشتغل سينرجستيكلي مع الباراثايرويد، لانه بالبدايه لازم اصلا يعمل ريزوربشن للاولد بون، فحكينا اللي هي افضل وصف له اللي هو قصه اللي هي البون ريموديلنج، افضل قصه اللي هي افضل وصف له هي البون اللي هي وظيفته او علاقته بالبون ريموديلنج. طيب حكينا انه في عندنا تو فورمز من او مش هم تو فورمز، لكن اللي هسه مهتمين فيهم فيتامين دي 3 وفيتامين دي 2، تمام؟ بصير لهم اي فيتامين دي، ممكن انه فيتامين دي 2 ناخذه من السبلمنتس بشكل عام، من الدايت ممكن ناخذ برضه فيتامين دي 3. العبره انه بالنهايه سواء بنحكي عن الدايت او من خلال اللي هم السن اكسبوجر، هذول الاثنين راح يؤدوا لي بالنهايه ل اللي كوليك، هذا اللي هو من خلال الليفر يعني ل 25 هيدروكسي كوليك كالسيفيرول او فيتامين دي 3، واللي من خلاله راح يروح على الكيدنيز ويحصل له ويحصل اكتيف فورم والى اخره، يعني التكمله بنعرفها. لكن نقطه مهمه سواء من الدايت او من السن اكسبوجر، تمام، كليهما راح يصير له موديفيكيشن من خلال الليفر، وبالتالي راح يصير في عندنا بعدين راح يصير في عندنا اللي هو الاكتيف فورم، راح يصير في عندنا بالنهايه اللي هو الاكتيف فورم، تمام. فهي الفقره كلها بتحكي لنا انه سواء من الدايت او سواء من هاي راح يصير في عندنا راح يروح على الليفر، راح يصير لها هيدروكسيليشن، وبعدين راح يصير من على الكيدني راح يصير لها السكند هيدروكسيليشن، وبالنهايه راح يوصلنا لنفس النتيجه، راح يوصلنا لنفس النتيجه. هنا برضه صوره ثانيه، هنا 7 دي هيدروكوليسترول خلال اليوفي لايت او من خلال الدايت راح نوصل لكل كالسيفيرول، الليفر بحول لي اياه ل 25 هيدروكسي كل كالسيفيرول او فيتامين دي 3، هذا هو. وبالتالي من خلال الكيدني اما راح يصير في عندنا، طبعا هذا لسه هاي التفاصيل لسه ما حكيت عنها، اما راح يصير في عندنا 125 داي هيدروكسي كوليك كالسيفيرول او 2425 داي هيدروكسي كوليك كالسيفيرول، راح نحكي عنهم ان شاء الله كمان شوي. هسه هذا الاذر فورم، تمام. هلا زي ما احنا شايفين هون الفا هيدروكسيليز انزيم او 1 الفا هيدروكسيليز انزيم، وفي عندنا 24 هيدروكسيليز انزيم. هلا زي ما احنا شايفين هون صار في عندنا هون بايفوركيشن، انه اما بيصير في عندنا هذا 25 هيدروكسي كوليك كالسيفيرول، اما صار له هيدروكسيليشن من 1 الفا هيدروكسيليز او من 24 هيدروكسيليز، وصار في عندنا هذا اذر فورم من الفيتامين دي. طبعا هذاك ان اكتيف، اما هذا اكتيف. طب شو اللي بيحدد انه هل هذا ال شو اللي بيحدد انه ال 25 كوليك كالسيفيرول يشتغل عليه ال 1 الفا هيدروكسيليز ولا يشتغل عليه 24 هيدروكسيليز؟ اللي بحدد هو عده عوامل، تمام، بس من ضمنهم هون زي ما احنا شايفين هون انه منطقي، اشياء كلها منطقيه. اذا قلت يعني انا ليش بدي اصلا الفيتامين دي، اصلا ليش بدي الفيتامين دي؟ الفيتامين دي راح يزيد الكالسيوم والفوسفيت، تمام، ليفرز من الانتستين، تمام، وراح يسبب لي وايش كمان بعدين راح يسوي المينراليزيشن على البون، تمام، بس يعني بالبدايه راح يسبب لي ايش اللي يزيد الانتستينال ابزوربشن من الكالسيوم والفوسفيت. فبالتالي بحاله كالسيوم ديفيشنسي، بحالة فوسفيت ديفيشنسي، تمام، او فيتامين دي اكيد انا بدي اصلا اكتيف فورم من الفيتامين دي، فبدول الثلاث حالات منطقيته واضحه. على عكسهم اذا كان في عندنا اكسس من الكالسيوم من الفوسفيت او في عندي فيتامين دي، راح يصير في عندنا اكتيفيشن لهذا الانزيم اللي هو ال 24 هيدروكسيليز، يعني 1 الفا هيدروكسيليز، هذا بحاله انه كان في عندي لو كالسيوم ليفلز، لو فوسفيت ليفلز او لو فيتامين دي. إذا كان في عندي اكسس فيتامين دي كالسيوم فوسفيت، راح يصير في عندنا اكتيفيشن لهذا الانزيم 24 هيدروكسيليز اللي راح يحول لي هذا اللي هو 25 هيدروكسي كوليك كالسيفيرول ل ال 24 25 هيدروكسي كوليك كالسيفيرول اللي هو بنعتبره ان اكتيف فورم، اللي بنعتبره ايش؟ ان اكتيف فورم. اما لما كان في عندنا كالسيوم فوسفيت ديفيشنسي، فيتامين ديفيشنسي، شو راح يسوي لهذا كلياته؟ راح يعملنا الستيميوليشن لل 1 الفا هيدروكسيليز، وبعدين يصير في عندنا 125 داي هيدروكسي كوليك كالسيفيرول، وهذا هو الموست بوتنت فورم من الفيتامين دي. طيب
هنا برضو بحكي لنا من ضمن الأشياء يعني اللي بتعمل اكتيفيشن لهاي الهيدروكسيليشن اللي هو أو بتعمل اكتيفيشن للألفا 1 هيدروكسيلاز برضو الإنسولين وبرضو الجروث هرمون من والبرولاكتين. يعني الجروث هرمون منطقية طبعا منطقي يعني الجروث هرمون الإنسولين برضو ممكن إنه بصير فينا إنه فينا بشكل عام خلاص فينا فود إنتيك بشكل عام ممكن. فالإنسولين الجروث هرمون والبرولاكتين هدول الثلاثة برضو بيعملوا استيميليشن لهاي الستيب تمام. البزنس في باراثايرويد برضو طبعا هنا حكينا انه قصة اللي هي الباراثايرويد اصلا اذا بنتذكر وانا شرحتها انه الباراثايرويد لما يكون مولود اصلا بيعمل ستيميوليشن الالفا 1 هيدروكسيلاز اللي راح يحول لي اياه ل 125 هيدروكسيكوليك اسيد تمام. هذا كان بالنسبة لقصة الالفا هيدروكسيلاز وال 24 هيدروكسيلاز. طب وانا برضو حكينا انها مينلي ديبينز على الكونسنتريشن كان فينا اكسس بالتالي هذا راح يكون يعني هذا بيكون بريفرنشالي سينثيسايز. اذا كان يعني فينا اكسس كالسيوم اكيد ال 24 25 دايهيدروكسيكوليك هو اللي بريفرنشالي سينثيسايز. بينما يكون فينا لو ليفلز اوف كالسيوم اكيد الاذر فورم اللي هو 125 دايهيدروكسيكوليك هو اللي راح يكون بريفرنشالي سينثيسايز. وانا بحكي عن الفورمز من الفيتامين دي فينا 125 24 25 او 25. يعني ما بعرفش انا صدق الدكتور شو حكى عن هذول الجدول بس انه نكون عارفين مثلا هذا الهاف لايف له اطول واحد مثلا 24 25 اللي هو الانكتيف ميتابولايت هذا طبعا كلهم يعني حتى 25 هذا انكتيف مش اكتيف يعني تمام. البرودكشن ريت اكثر شيء لهذا مثلا يعني نحفظ تقريبا اقل او اكثر يعني صدقا مش عارف هذا الجدول ايش بالضبط نحفظ فيه لكن ممكن افضل شيء نحفظ اللي هو الهاف لايف يعني انه اطول شيء بيكون ل ال 24 25 واحنا عارفين اصلا انه الموست بوتنت هو ال 125 قال صح البلازما كونسنتريشن برضه لازم نكون عارفينها انها بتكون اقل شيء ل 125 لانه هو بيكون اقل شيء باوند للبروتينز اللي بتكون تنقل اللي هو في خلال البلد فبالتالي هو بيكون له اقل كونسنتريشن وهو اصلا بيكون له اقل هاف لايف وبيكون له اقل كونسنتريشن تمام. طيب هون برضه بحكي انه مش بس هذول الفيتامين دي ميتابولايتس الثلاثه هذول اللي شفناهم فينا تقريبا اكثر فينا 15 غيرهم يعني لكن اهم شيء انه الفيتامين دي هذا اللي هو الاكتيف فورم هذا هو الاكتيف فورم له الشورتست هاف لايف وله اللوست كونسنتريشن له اللوست كونسنتريشن وله الشورتست هاف لايف. هذا كان بالنسبه ده اللي هو هذا ال 125 دايهيدروكسيكوليك اسيد. طيب نرجع هسه هون برضه حكينا لقصه اللي هي الفوسفيد اللي هي الفيتامين دي حكينا انه بيزيد الفوسفيد وبيزيد الانتستين الكالسيوم والفوسفيت ابزوربشن هذا على مستوى الانتستين على مستوى الكيد على مستوى البون حكينا انه بالبدايه او شو بيسوي اصلا بيساعد بيكون زي ما قلنا هو اكت سينرجستيكلي مع الباراثايرويد فهو بروموتس الباراثايرويد اكشن تمام. هاي نقطه مهمه بروموتس الباراثايرويد فهو سينرجستيكلي بيشتغل مع الباراثايرويد وبرضه بده يشتغل شغله العادي اللي هو انه بيعمل بون فورميشن. على الكيدنيز بيعمل كالسيوم وفوسفيت ري ابزوربشن بيزيد الري ابزوربشن تمام. لكن هاي يعني خلينا نحكي اكثر من البارثا يعني هي ريجوليتد اكثر من خلال الباراثايرويد مش من خلال الفيتامين دي. زي ما حكينا الباراثايرويد بنتذكر كان يزيد الكالسيوم وبقلل الفوسفات لكن الفيتامين دي بيزيد الليفلز للكالسيوم والفوسفات. وحكينا انه اصلا لولا هاي الاديشنال ميكانيزم وحكينا برضه كان بس عفوا هاي مش شغله سريعه حكينا برضه انه له سينرجستيك رياكشن مع الباراثايرويد على مستوى البون تمام. بس نرجع اللي هي قصه انه الباراثايرويد كان يزيد ويقلل بنفس الوقت للفوسفيت اما هون بزيد اثنين وهون بزيد اثنين. هذا نكمل هون زي ما اتفقنا احنا انه الفيتامين دي اول شيء بصير له اللي هي قصد اللي هي الموديفيكيشن الفيرست موديفيكيشن بتصير بالليفر تمام بتحول ل 25 هيدروكسي فورم تبعه تمام بعدين بروح على الكيدنيز تمام. هلا يعني بنعرف انه بالليفر اذا بنتذكر من الباثولوجي تبع اللي هو الجي اي حكى انه فينا ستيلات سيلز تمام. ستيلات سيلز هي كانت بتخزن الفيتامين دي اذا متذكر تمام. فهو كود بي ستورد بالليفر برضه اللي هو الفيتامين دي او حتى بالفات يعني هو كود بي ستورد بالليفر وبالفات تمام. طيب هلا هذا شو معنى هذا شو ايش خلينا نحكي الكلينيكال ابلكيشن تبعته انه الاوبيس بيشنت تمام راح يكون عندهم اكيد الكميه الفات اكبر تمام سبيشال تين ايجرز تمام الكميه الفات عندهم بتكون اكبر فبالتالي راح يكون عندهم الفيتامين دي راح يكون استك بهذيك بالفات اكثر من غيره راح يكون اكثر من غيره. فهذول زي ما احنا شايفين which couples vitamin D and doesn't allow to be released فعشان هيك هم بيعانوا من مشاكل تتعلق بالفيتامين دي. سواء نحكي على مستوى البون
تمام، دائما بيعانوا مشاكل في اللي هم في العظام تبعتهم وبرضه من القلب. هلا شو قصة القلب؟ انه الفيتامين دي increase the levels of the calcium. طيب هو مسؤول عن النورمال فانكشنينج تبعت الهارت. اذا بنتذكر قصة انه الكالسيوم كان بيزيد، اس الفيتامين دي من خلال ممكن من خلال الكالسيوم ببرولونج اللي هو السيستول. يعني المهم كان الفيتامين دي سواء دايركت ولا اندايركت له علاقه بانه الهارت تو فانكشن ويل. تمام، هلا هذول اللي هم حكينا عنهم اللي هم الاوبيس بيشنت وخاصه منهم التين ايجر، تمام، سفر فروم فيتامين دي ديفيشنسي، لانهم الفيتامين دي بيكون مش حكينا انه كان كود بي ستورد بالليفر بالفات، بيكون عندهم خلينا نحكي ستورد بكميات اكبر بالفات، فبالتالي وبينهم اوبيس فكميات الفيتامين دي راح تكون افيلبل راح تكون اقل، وبالتالي راح يعانوا من مشاكل تتعلق بالبون وبالهارت وايضا بالبلاد بريشر وبلاد شوجر. هسا كيف بالضبط ما عندي صدقا فكره انه كيف شو كيف شو اللي بالضبط بيصير يعني، تمام، لكن كنا عارفين انه هو تتعلق بالبلاد بريشر والبلاد شوجر والهارت. طب حكينا انه شو هم السورسز تبعت الفيتامين دي، حكينا انه الفيتامين دي 3 من خلال اللي هو بعد صن اكسبوجر برضه، وبرضه من خلال سيرتن فود ايتمز، تمام، من خلال سيرتن فود ايتمز و ايضا من خلال السكن، هذا فيتامين دي 3. اما فيتامين دي 2 تقريبا ممكن من خلال هم الفيجيتابلز، تمام، نقدر نحصل على اللي هو الفيتامين دي 2. طيب هلا نحكي هسه عن ضلينا فقط اخر موضوعين سريعات ان شاء الله اللي هم الفيتامين دي ديفيشنسي. هلا الفيتامين دي ديفيشنسي، تمام، نقطه كثير مهمه انه انا اللي يصير في عندي فيتامين دي ديفيشنسي هذا مش انه بيوم وليله، يحتاج الى مده طويله، لانه حكينا انه الفيتامين دي ستورد بالليفر وستورد بالفات وكود بي سينثسايزد اوبتيند فروم ذا دايت. فانه يصير في عندك فيتامين دي ديفيشنسي هذا يدل على مشكله بتكون برولونج، تمام، انه مشكله مش ما صارت بيوم وليله وانما لسنوات يعني. ف ونقطة كثير مهمة انه انه سورس واحد من الفيتامين دي، يعني انا ما بقدر اعتمد فقط على الدايتري انتيك تبع من الفيتامين دي، وبرضه ما بقدر اعتمد على السن اكسبوجر، لازم اثنين مع بعض يكونوا موجودين حتى ما يصير في عندي فيتامين دي ديفيشنسي. ف زي ما احنا شايفين هون نيدر فيتامين دي 3 نور سفيشنت الون، لازم اثنينهم يكونوا موجودين، سواء بنحكي عن الدايت وسا بنحكي عن اللي هو السن اكسبوجر، تمام، فاثنينهم لازم يكونوا موجودين. هاي هي كانت شو هاي هي ملخص الفقرة الاولى. تمام، الفانكشن فيتامين دي عدناهم عدة مرات ما في داعي نعيدهم، وحكيناهم ايضا باللي هو بالجدول هناك. طيب هلا شو ممكن يسبب لنا ديفيشنسي تبع الفيتامين دي؟ هسه يعني اشياء كلها منطقيه، مثلا باول نقطه اللي هي الدارك سكين بيبل، شو قصتهم هذول؟ انه بيكون في عندهم اكسس ميلانين، فالسن اكسبوجر ما راح يعني اليو في لايت صعب يسبب صعب يسوي كونفرجن ل 7 دي هيدروكوليسترول اللي هو الكولي كالسيفيرول، تمام، فبالتالي هاي هي فقط قصه الدارك سكين بيبل، اكسس ميلانين بيقلل الكونفرجن تبع 7 دي هيدروكوليسترول للكوليكالسيفيرول، فبالتالي دي ما يسفر فروم فيتامين دي ديفيشنسي. هاي النقطه الاولى، او الدايتري انتيك، يعني هذه برضه واضحه، يعني هاي اللي هم الاثنين هذول نحكي عن ساعه المصادر الرئيسيه للفيتامين دي فيهم مشكله. نحكي مثلا عن الانزيمز، سواء نحكي على 25 هيدروكسيلاز انزيم، تمام، او عن اللي هو ال 1 الفا هيدروكسيلاز انزيم، يعني اما يكون في عندنا مثلا مشكله بالانزيم اللي موجود بالليفر او مشكله بالانزيم موجود في الكدني. فهسا شو اللي حكينا؟ حكينا انه اما مشكله بالسن اكسبوجر، يعني مثلا واحد دارك سكين، تمام، ما بصير عنده اكسس ميلانين، ما بصير في عندنا كونفرجن للدي هيدروكس، ما بصير عنده كونفرجن للدي هيدروكوليسترول لكوليكالسيفيرول، فبالتالي بيعاني من هالمشكله. برضه اللي ما مثلا الدايتري انتك عنده قليل، او اللي في عنده مشكله سواء على الهيدروكسيليز الفيرست 1 الفا هيدروكسيليز او على 25 هيدروكسيليز انزيم. كل هالامور واضحه ومنطقيه، كل هالامور واضحه ومنطقيه. برضه اذا كان في عندنا رابد ميتابوليزم للكوليكالسيفيرول والميتابوليز تبعته، هاي متى بتصير؟ اذا كان مثلا كان في عندنا سيرت واحد اخذ دراجز معينه، وهي دراجز كانت بتسوي زي الانتي مثلا كونفلزنت، تمام، الانتي كونفلزنت هاي بتسبب اندكشن مثلا ممكن سيرت انزيم، سواء نحكي سيرت كروم بي 450 او وات ايفر انزيم، يعني بتسبب له اندكشن، الريت تبع الميتابوليزم راح يصير له اسرع، فبالتالي راح يصير فينا التخلص من هذا الاكتيف فورم، راح يصير لنا بشكل اسرع، فبالتالي راح ممكن يسبب لنا هذا برضه فيتامين دي ديفيشنسي. فاربعه واضحات وواحده بدها شويه تركيز بس برضه واضحه ومنطقيه، تمام. بالنهايه قل عندي الفيتامين دي، قل عندي المينراليزيشن والبون فورميشن، تمام، فبالتالي صار في عندنا اذا كان نحكي عن تشيلدرن نحكي عن ريكتس، بنحكي عن ادلتس بنحكي عن اوستيوميليشن، تمام. شو هم الفيزيولوجيكال اكشنز للفوسفيت والكالسيوم؟ الكالسيوم كلياتهم حكيناهم، سواء نحكي عن
سيجنال ترانزاكشن، بروتين سيكريشن اللي هي الاكسسايتوسيس يعني، اكيد هو المين كونستنت للبون، بلاد كلوتينج، والريليز الاستيلكولين، المينتنس للنورمال اللي هي الميمبرين انتجريتي، برضه الاكسيتيشن كونتراكشن كابلنج في المسل سيلز، كل هالاشياء حكيناها اللي هي الفسيولوجيكال اكشن للكالسيوم. طب الفوسفيت، فوسفيت مهم جدا از بارت اوف ذا نيوكليك اسيدز مثلا، برضه الانتراسيلولار بافر سيستم، وهو ايضا من ضمن المين كونستيتيونس للبون. اذا نتذكر الهيدروكسي ابيتايت كانت تتكون من كالسيوم وفوسفيت، تمام. فهاي هي الفسيولوجيكال اكشن للفوسفيت وللكالسيوم، برضه حكينا عنهم هنا بس جدول سريع بحكي لنا انه الكالسيوم تقريبا 99% من الكالسيوم الموجود في كل الجسم هو موجود كونسنتريتد في البون، تمام. هون 85% من الفوسفات موجود تقريبا في البون، فحكينا انهم الفوسفات والكالسيوم والكربونات كلياتهم مين كونستيتيوتس في البون. طيب اخر شيء في عندنا اللي هي نقطه سريعه اللي هي فاكتورز ذات افكت البون فورميشن والكالسيوم ميتابوليزم. اكيد نمبر 1 هو الباراثايرويد، تمام، هرمون وزي ما احنا عارفين، ونمبر 2 الفيتامين دي، وهسه بصير في عندنا عدد اشياء، تمام. صرنا نحكي عن ثايرويد، جلوكورتيكويد، يعني فقط اعتقد المعرفة يعني، لانه اهم نقطة نعرفها مهم الباراثايرويد والفيتامين دي، ماشي الانسولين والجروث فاكتورز باختلافها، تمام، فايبروبلاست، ابيديرمال، بلاتي درايفد، والليستيكل، كلهم هالاشياء ماشي بتعمل، لكن وطبعا الكالسيتونين طبعا مهم، لكن تو ليسر ديجري يعني او تو ليسر اكستنت. اهم شيء نحكي عن اللي هم الباراثايرويد والفيتامين دي، واهمهم هو الباراثايرويد. لكن الحمد لله بنكون خلصنا اللي هي شرح المحاضره. استخدام المحاضره يعني مشكلتها بكثرة تكرار المعلومات، لو كان معي وقت استخدام كنت راح اسوي اللي هم سلايدات تكون افضل شوي من ناحيه ترتيب المعلومات يعني ومعدم تكرارها، لكن استخدام ما معي وقت. ان شاء الله يكون استفدتوا من هذا الشرح، لا تنسونا بدعوه ويعطيكم الف عافيه.